بسم الله الرحمن الرحيم، يوم جديد وبدايه حلقه جديده وعشرة الصبح في الاهلي، وان شاء الله حضراتكم تستمتعوا وتسعدوا معانا في حلقه النهارده اللي الحقيقه مليانه موضوعات مهمه جدا وكتير من الاخبار الحلوه لكل عشاق النادي الاهلي وبصفه خاصه كل رواده، وبصفه اكثر خصوصيه رواد فرع مدينه نصر. صباح الفل عليك وصباح الفل عليك. صحيح، هنتكلم في كل التفاصيل دي. صباح الخير والفل عليك يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان في العالم. والنهارده 32 اغسطس، شهر اغسطس عدى بسرعه جدا. النص الثاني من السنه تقريبا عدت بسرعه، يمكن اكتر كمان من النص الاولاني. ربنا كده يعني يختم هذه السنه على خير. دايما ما نسمعش غير الاخبار الحلوه، سواء يعني في العموم او تحديدا كمان على نادينا الحبيب نادي الاهلي. زي ما كريم قال كده، احنا معانا النهارده اخبار كثيره جدا حلوه. هنتكلم اكيد عن الرياضه المحليه والرياضه العالميه، كره القدم المحليه وكره القدم العالميه، وهيكون معانا كمان ضيوف مختلفين. خلينا نبدا معاك بقى، ننوه على الضيوف. البدايه هتكون معاك انت بقى في الفقره. أيوة. الاولى من فقراتنا الحواريه النهارده ان شاء الله هيكون معانا مجموعه من الابطال الرياضيين من قصار القامه، والفقره الثانيه اللي ان شاء الله هنضم نهواند فيها هنستضيف من خلالها الاستاذ ايمن جلبرت، والشخصيه الجميله طبعا مدير موقع او مدير تحرير موقع يلا كوره والناقد الرياضي اللي اكيد هنتكلم معاه تفاصيل كتير جدا عن اللي فات وعن اللي جاي. ولكن خلونا بقى نبتدي معاكم بخبر يهم كل اعضاء النادي الاهلي تحديدا فرع مدينه نصر. حضراتكم لو بتابعونا يعني من اول ظهور البرنامج ده هتلاقونا من بداياته المبكره كنا بنتكلم وقتها ان النادي الاهلي بصدد انشاء جراج يكون مفيد لكل اعضاء اهلي مدينه نصر. اللي حصل بقى ان النهارده ان شاء الله كابتن محمود الخطيب اكيد هيكون حاضر افتتاح هذا الجراج اللي تم الانتهاء بالفعل من كافه الاعمال الانشائيه اللي فيه، واللي هيتسع لحوالي 1000 سياره طبعا خدمه لكل اعضاء نادي الاهلي وتحديدا فرع مدينه نصر. شيء عظيم جدا، والكلام ده هيتم طبعا بحضور السيد وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي وايضا سياده اللواء خالد عبد العال محافظ القاهره. ملف كان في منتهى الاهميه بالنسبه لكل اعضاء اهلي مدينه نصر، والحمد لله رب العالمين يعني المجهودات اكتملت على خير، وكل يسعد بهذا الصرح المهم جدا والمفيد جدا الحقيقه. متفق معاك، هي مشكله قديمه جدا يا كريم كانت بتواجه الاعضاء يعني، ولكن منذ تولي مجلس الاداره يعني الحالي برئاسه كابتن محمود الخطيب المسؤوليه بدا العمل على انجاز هذا الملف، وكمان بالتواصل مع الجهات المعنيه. وعرضنا الشهر اللي فات تحديدا التقرير كان يعني كان بيتكلم، وكنا ورينا لحضراتكم كابتن محمود الخطيب وهو بيتفقد المرحله النهائيه كمان من الجراج بنفسه، وكان عمل اجتماع كمان مع الشركة المنفذة لهذا المشروع. وزي ما قلنا هو بتستوعب أو بيستوعب الجراج ده حوالي تقريبا 1000 سيارة، فمشكلة كانت موجودة زمان كتير طبعا. جدا ناس كانت بتحب تروح النادي، لكن الموقع بتاع النادي للأسف هو مش سامح ان في حد ان هو يركن، يعني المحاور المجاورة ليه كمان ما بتسمحش ان حد يقدر ان هو يركن بأريحية زي ما بتقال. لكن المشروع ده هيسهل كتير جدا جدا على الرواد، وفي نفس الوقت هو مساحته كمان لو هنتكلم بالفدان 33000 فدان، يعني مساحه كبيره جدا طبعا. وضخمه جدا، فاكيد كل دي مجهودات بتكون في الاخر بتصب في فكره هنا يعني راحه العضو الخاص بالنادي الاهلي. فمجهود محترم ومتابعه كانت محترمه كمان من مجلس الاداره. فان شاء الله النهارده الساعه 5 هيتم الافتتاح، هيبقى حدث عظيم، وقناه الاهلي كمان هتنقله مباشره لحضراتكم زي ما احنا بنحب دايما في قناه الاهلي ننقل الحدث يعني بصوره يعني حيه ولحظه بلحظه، فتابعونا ان شاء الله هيبقى حدث جميل جدا. المساحه الكبيره جدا دي اللي هتتسع ل 1000 سياره من سيارات اعضاء النادي في مدينه نصر، الحقيقه اللي بخلي الموضوع اكثر عظمه كمان واكثر اهميه هي فكره ان مدينه نصر نفسها بقت مكربسه، هي مزدحمه جدا طبعا، من الاحياء الشديده الازدحام، يعني الركنه انت حتى تحت بيتك صعب ان انت طبعًا. تلاقي ركنه طبعًا. فده كان تفكير سليم جدا ان انت تخصص ارض للجراج بس، فاعتقد دي كانت حاجه مهمه وكان لابد منها يعني. طبعا طبعا صحيح. نروح بقى مع حضراتكم على خبر تاني برضو ما قلش اهميه، متعلق بقرار الاتحاد المصري لكره القدم اللي قرر انه يعني هيقيموا قرعه مسابقه الدوري الممتاز للموسم الجديد غدا ان شاء الله الثلاثاء 31 من اغسطس، وطبعا بحضور مندوبي الانديه ال 18 اللي هيكونوا مشاركين في البطوله. ميعاد ان شاء الله هينتج عنه يعني ايه كتير بقى من التفاصيل المتعلقه بالموسم الجديد هيكون عامل ازاي. بص يعني خلينا نقول بالرغم من ان الموضوع هيكون الى حد ما صعب جدا يا كريم،
تلاحم الموسم الماضي بنتكلم واللي جاي، لكن يعني يا ربنا يكون في عون اللعيبه على كل حال ومجالس ادارات كمان الانديه. وهتكلم عن لعيبه الاهلي بقى، خلينا نتكلم عن نفسنا، واحنا دايما بنحب نتكلم عن نفسنا بالتحديد، لان الاكثر مشاركه في كل البطولات المحليه والقاريه هم لعيبه النادي الاهلي، يعني ده غير اكيد كاس العالم للانديه. فان شاء الله يتم قرار كده يكون منصف وفي نفس الوقت يكون فيه عدل، وزي ما كان كابتن سيد عبد الحفيظ دايما بيتكلم تكافؤ فرص، هي دي الامور اللي احنا لازم نكون مأكدين عليها في الفتره اللي جايه. اكيد كمان في اتحاد الكوره امبارح كان في اجتماع بحضور مندوبي الانديه، وكان الهدف من هذا الاجتماع هو استعراض كل المشاكل الزمنيه تحديدا اللي بتتعرض لها الانديه في المسابقه، زي ما اتكلمنا طبعا في الموضوع ده قبل كده مع حضراتكم يمكن عشرات المرات، وكنا دايما بنثير علامات التعجب والاندهاش وفي بعض الاحيان الاستنكار الحقيقه، لان المنطق يعني كان غايب. طبعا تم الوضع في الاعتبار مشاركات منتخب مصر في كاس العرب في نهايه ديسمبر، وكمان تصفيات كاس العالم وايضا كاس الامم الافريقيه في يناير 2022. طبعا يعني ربنا يكون في العون. نروح بقى مع حضراتكم لموضوع ثاني، يعني انا ما لحقتش امبارح للاسف الشديد ان انا اشوف ميسي في اول اطلالاته مع باريس سان جيرمان كان عامل ازاي. ما شفتش الماتش ولكن شفت لمحات كده وخدت فكره من اول ما نزل كبديل في منتصف تقريبا الشوط الثاني او بعد مرور حوالي 60 دقيقه من احداث المباراه. مش عارف انت شفت الماتش امبارح ولا انا لا. شفت بقى الماتش امبارح. ايه بقى احكي لنا بقى. بص يعني انا عايز بس اقول لك حاجه في البدايه، واضح كده ان اللي هيتابع الدوري الفرنسي يعني بعد كده مش هيغير، لان لا هيبقى في احداث كتيره جدا امبارح. خليني اقول لك يعني اللعب كان يعني هو نزل في الدقيقه 66 بديل لنيمار زي ما كلنا تابعنا، وعلى فكره النقطه دي زعلت ناس كتير جدا، يعني بعض جماهير وعشاق باريس سان جيرمان قال لك انا مش عايز اشوف ميسي بديل لنيمار، انا عايز اشوف نيمار وميسي بيلعبوا مع بعض. نيمار نفسه وهو طلع كان مكشر، بس انا ما فهمتش لان ما شفتش الماتش، انا شفت مجرد لا والله كان فعلا وشه مقلوب ما فهمتش بقى. بص يعني دي كانت التعليقات امبارح على المشهد. هم كانوا مبسوطين ان هو نزل، ولكن ما اتقالش ان ده كان احسن حاجه، كانوا عايزينه يلعب مع نيمار. طبعا الاثنين نجمين كبار جدا، وفي نفس الوقت كان في كذا حاجه برده لازم نتعلق عليها. مثلا اللي كان متحدثت عنه الصحف المختلفه العالميه لما نزل قال لك هو ما عملش يعني حاجه على الارض قوي. كنت هسألك عليه. لا ما عملش حاجه على الارض قوي. التاتشات المعتاده ما حصلتش. بالعكس بقى اللي كان بيلعب جدا او زي ما بيتقال واكل الماتش هو مبابي. أحرز هدفين. لكن النقطة مش في كده، النقطة ان هو بيقول لك ميسي نزل كان متوقع يكون في حدث كبير جدا، ولكن هو برضو خطف الأضواء مش عشان لعب أحسن حاجة امبارح، ولكن لأن هو أول مرة بقى يشارك يعني بشكل فعلي، فكان في برضو إلى حد ما تعليقات كتيرة جدا على اللقطة دي. والحاجة الثانية اللي كانت ملفتة للنظر برضو وناس كتير قوي عملت شير للصور دي، صورة حارس المرمى اللي هو بتاع الفريق المنافس لما نزل بعد المباراة وهم خسرانين وشال ابنه وخلاه يتصور مع ميسي. بص يعني برضو مهما كان ميسي ده حاجة تانية، يعني بتبقى في ناس كده ولعيبة في منطقة تانية خالص. ف يعني برضو امبارح ما كانش يقدر او تقدر تقول ان الماتش عدى عادي كده مع ميسي، حتى لو ما احرزش اهداف او يعني لعب بشكل ليه رونق على الملعب. ما انا كنت لسه هقول لك ان هو هي تمشي ان برضو ده اول ماتش ولسه الراجل ايه طبعا بياخد خطواته الاولى مع الفريق، واكيد مش هينزل بتقله. بس من وجهه نظر ثانيه على الاقل بالنسبه للناس اللي هم مستنيين بقى ان ميسي لما ينزل هيولع الدنيا، لا المفروض انه يولعها فعلا بالمعنى الحرفي من اول ما يحط رجله في ارضيه الملعب. ولا حضراتكم شايفين ايه؟ انتوا اللي تابعتوا المباراه، انا للاسف فاتتني، بس اكيد مش هفوت الماتشات اللي بعد كده ان شاء الله. عموما تعالوا بقى نروح على انا بس كنت عايز اروح معاك للصحافه العالميه يعني هي ناخد فكره بس ادينا فكره. بص يعني انا هقول لك على حاجه، هو الماتشات ما اختلفتش قوي، بس انا بحب انا وكريم دايما برده نطلع حضراتكم العالم بيقول ايه، مش بس محليا احنا بنقول ايه. يعني من رويترز برده بيتحدث ميسي اون ذا بنش فور ليج 1 جيم اجينست ريماس، يعني بيتحدث ان هو كان مينلي قاعد على البنش، يعني مشاركته الى حد ما برده ما كانش لها هذا التاثير القوي. وتحدثوا زي ما انا قلت لك على ان مبابي هو اللي كان برده واكل الجو زي ما بيتقال. ذا جارديان برده بيتكلم على نفس الموضوع، يعني اهو يعني مبابي ستيلز الشو. هو فعلا امبارح كان بيلعب كويس جدا يعني اليومين دول يومين، وعموما لانه كمان عامل لغط كتير فيما يتعلق بهيروح فين، هيروح ريال مدريد ولا مش برضو هيستنى الموسم الجديد ولا لا. يعني اليومين دول يعني او اليومين اللي فاتوا كان في كلام كتير على نجوم كره القدم العالميه. بص ولسه الحديث هيفضل مستمر، لان ده زي ما بتاع الحديث الساعه، يعني كره القدم العالميه كمان تشغل بال الملايين والملايين في العالم، ف
وده موسم التنقلات زي ما بيتقال والميركاتو شغال، فهنعرف. بس على كل حال برضو زي ما انت قلت هي الاشاعات كتيره جدا والكلام كتير جدا على السوشيال ميديا. من الحاجات برضو اللي على فكره ملفته قوي قريتها امبارح، الناس كانت بتتكلم عن يعني بص هو الناس من اول ما نزل ميسي بيحكموا عليه من اول دقيقه، وده برضو انفير على فكره، مش معقول يعني هو نجم كبير ونزل اول ماتش. حتى انا اعتقد هو مش نازل مدرب مش منزله عشان متوقع منه حاجه، ده اول دقائق يعني ليه. بس الناس كانت بتتكلم بقى، من الحاجات اللي قريتها غريبه قوي، يقول لك خلاص عصر ميسي وكريستيانو خلص، ده عصر ناس تانية، وذكروا منه اسم مبابي. فهل الموضوع ده انت مقتنع بيه يعني؟ مش قوي كده يعني. ميسي لا، بس بالنسبه لكريستيانو رونالدو خلي بالك برضو ايه الكعبله اللي هو متكعبلها في الفتره الاخيره، فكره انه عنده 36 سنه، فكره انه مش هيستمر كتير في الملاعب، فكره ان في وقت ضاع منه وهو في حاله من عدم الرضا لوجوده في يوفنتوس، ابتدى يتكعبل يعني بالبلدي كده، في كعبله تخص كريستيانو رونالدو. ايه اللي هيحصل معاه بقى الفتره اللي جايه؟ ادينا هنستنى ونشوف. اكيد طبعا. نروح بقى مع حضراتكم على خبر متعلق بمنتخبنا. امبارح المعسكر الخاص بالمنتخب الوطني الاول انطلق بالفعل طبعا استعدادا لمواجهتي انجولا والجابون يومي 1 و5 من شهر سبتمبر المقبل ان شاء الله، في الجولتين الاولى والثانيه للتصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم. كمان كان في مؤتمر صحفي في هذا الاطار تم بالامس، تعالوا نشوف هذا التقرير وناخد فكره مبسطه عن تفاصيل هذا المؤتمر. اتفضل. الزمالك طبعا لما جم المعسكر على طول بيبقى فيه فصل طبعا، حته ان يبقى فيه اي حاجه خاصه بالناديين، لان المجموعه اللي موجوده معنا مجموعه مميزه جدا طبعا وعندها خبرات، وفي نفس الوقت كل التركيز زي ما بقول في المباريات القادمه. بالنسبه للجهات، ما احنا كان طلبنا بتعديل المباراه بتاعت الانجولا دي كان مهم جدا، لكن انت لو قلت لي هل ده وقت كافي؟ هقول لك برضه مش كافي، لكن هي الظروف انت عارف اجنده، وفي اشياء طبعا خاصه بالكوميرشال الاذاعه الخاصه بمباراه المنتخبات كلها. طبعا يعني المنافس هقول لكم على شهور، يعني اتفرجت على المنافس صدقوني يعني لشهور طويله جدا، اللي هي ما بين التجمع الاخير والفتره اللي جايه اتفرجت على منافس كتير جدا انا والجهاز، وفي نفس الوقت يمكن برضو التباعد الزمني ما بين الاجندات في الفتره اللي فاتت كان بيصعب الدنيا جدا، لان في كل مرحله بتلاقي تغييرات كبيره جدا، ده اللي انا يعني لاحظته على فرقه انجولا. وفي نفس الوقت برضه هي ما جت في الفتره الاخيره ما تاهلتش لبطوله الامم الافريقيه، ابتدى يبقى فيه كم كبير جدا من اللاعبين ما بيجيش. عندنا طبعا تحدي اخر، انتوا لو شفتوا الهيكل بتاع انجولا فيه تغيير كبير جدا جدا جدا، لان المدرب اصلا برتغالي، ويمكن هو عمل حاجه لاحساسه في المرحله الاولى ان ممكن يبقى فيه تطوير للمنتخب الانجولي، فابتدى يبحث عن اللاعبين اللي هم عندهم جنسيتين، الجنسيه البرتغالي والجنسيه الانجوليه، وبالفعل نجح ان هو يلاقي كم كبير جدا. احنا لسه امبارح انا والجهاز والكلام دوت هيبقى مع اللاعبين النهارده بنتفرج على بعض اللاعبين، يمكن انا اتفرجت عليهم من فتره طبعا لان كنت بطلب ريبورتات على طول بالنسبه للاعيبه الجدد، لكن امبارح الجهاز كله كان معايا واتفرجنا في كم كبير جدا من اللعيبه الجدد مميزين جدا، ناس في 3 بيلعبوا في الدوري الانجليزي، في ناس بتلعب في فرنسا، في ناس بتلعب في البرتغال، في ناس بتلعب في السويد، كل دول عناصر جديده ومميزه جدا، فدي يمكن عامله علينا صعوبات كبيره جدا، مش عارفين الهيكل او الشكل اللي هيبداوا بيه ازاي، لان هيبقى في تغيرات. لكن خلينا برضه لازم على الجانب الاخر احنا بنركز في نفسنا، في الفكر اللي احنا هنعمله، في العناصر اللي احنا هنختارها، في طريقه ادائنا، ونحط كل الاحتمالات الاخرى دي، يعني كل الاحتمالات الاخرى دي، وبنتعامل معها وبنحضر نفسنا على المباراه، وبنتمنى ربنا طبعا يكون موفقنا في اختياراتنا وتفكيرنا ان شاء الله. وجود عبد الله السعيد مهم جدا جدا، يعني انا بقول وجوده مهم جدا، وبنشوف المستوى اللي هو بيقدمه في الدوري المصري، وفي نفس الوقت برضه قفشه بتشوف المستوى اللي هو بيقدمه، والاثنين عناصر مهمه جدا وهنستفيد بيهم، لان عندي مباراتين. وفي نفس الوقت مش معنى كده ان انا بقول ان يعني مباراه هتبقى لواحد ومباراه اخرى لواحد، لا،
يجوز جدا ان المباراه الاولى يبقى الاثنين موجودين في الملعب في بعض الاوقات يعني، لكن هم عنصرين مهمين جدا جدا. انت بتتكلم عن عناصر الشباب، ويمكن انا في اجابتي في السؤال الاولاني قلت لا، في عناصر كويسه زي ابراهيم عادل يعني الشباب، زي عمار، في صبري اللي هو اللاعب بتاع بيراميدز برضه لاعب واعد، محمود صابر ده لاعب واعد جدا يعني لسه، لكن عشان نتكلم عن المنتخب دلوقتي لا، لسه في وقت وهنتابع ونتاكد ويبقى عندنا مساحه، ولسه في عناصر تانية، في عناصر خبره برضه يعني، مش عاوز اتكلم على الشباب بس، لان في عناصر واسماء قديمه موجوده برضه في الدوري المصري ممكن يبقوا موجودين، زي ما شفنا عوده عبد الشافي تاني، لا ممكن نجوم يعني ليهم خبرات وكانوا موجودين في منتخب مصر قبل كده، الباب مفتوح ليهم كلهم يعني. ثواني حتى بس. مساء الخير. مساء الخير. معك مالك بداري. اولا انا بحمل لك رساله حب من اهل سوهاج اللي هي بلدي. اهلا وسهلا. اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. والسؤال اللي انا حبيت اساله، مش يعني ايه اللي نفسك تحققه مع المنتخب؟ او ايه اللي انت منتظر انك تحققه مع المنتخب؟ شكرا. يعني في البدايه طبعا تحياتي للاهل السعيد كلهم يعني. كلهم يعني دول ناس غاليين علينا. في نفس الوقت انا باكد ان يمكن امبارح انا بتكلم مع اللاعبين في اول تدريب قلت لهم ان البطولات بتبقى كتيره جدا والانديه الكبيره بتحقق بطولات، لكن بعد مرور الزمن خلينا كده نقف مع بعض، لو اتكلمنا جينا نقول دوري مثلا سنه 95 ولا دوري 85 مش هنتذكر مين اللي كان موجود في الوقت ده، لكن لما بنيجي نتكلم على كاس العالم 1990 او بنتكلم على 2018 او كده بنتكلم على طول، لا ده فلان كان موجود وفلان كان موجود وفلان كان موجود. فقلت لهم ما بالكم بقى انتوا في ناس عندها فرصه انها تبقى موجوده في كاس العالم تاني، يعني ده تاريخ صعب يتحقق، وفرصه للاعبين اللي موجودين زي الشناوي زي عبد الله السعيد زي حجازي، مش عاوز انسى حد يعني. خلينا نروح مع حضراتكم بقى لملف في غايه الاهميه واتكلمنا عنه وهنفضل نتكلم عنه الايام اللي جايه كلها، وهو بارالمبياد طوكيو، وتحديدا اللاعب اللي اتكلمنا عنه كتير وامبارح برضو حماتو، لاعب تنس الطاوله المشارك في الالعاب البارالمبيه اللي ابهر الجمهور وابهر المشاهير. والله مهما اقول لحضراتكم قد ايه كان في يعني فخر بهذا اللاعب من ناس لا تنتمي ولا ليه علاقه اصلا بالوطن العربي ولا بمصر ولا باي حاجه، بس هذا النموذج اللي فيه عزيمه وفيه اصرار وفيه قوه حقيقي. خلينا نقول لحضراتكم من الناس كمان اللي اعجبت جدا بابراهيم حماتو، هذا اللاعب المصري اللي كلنا بنفتخر بيه، لاعب التنس السربي الشهير نوفاك ديكوفيتش المصنف اول عالميا، اللي امبارح احتفى بالمصري ونشر عبر حسابه على انستغرام فيديو ليه اثناء مشاركته في الالعاب، وكتب كده ديكوفيتش تعليق قال: رائع، أنا في حالة ذهول. حماتو كان تعرض لحادث قطار وهو في العاشرة من عمره أدى إلى بتر ذراعه، ولكنه تمكن من احتراف لعبة تنس الطاولة رغم كده، وأبهر حماتو العالم أثناء مشاركته الثانية على التوالي كمان في الألعاب البارالمبية في منافسات تنس الطاولة، إن هو بيمارس اللعبة وهو بيمسك المضرب زي ما حضراتكم أكيد عارفين يعني بفمه أو ببقه. والبعثة حققت زي ما احنا عارفين لحد دلوقتي 6 ميداليات، 4 فضة و2 برونزية، مبروك لينا جميعا. وبرده رغم خروج حماتو انا بقول لحضراتكم اكيد كلنا فخورين بهذا اللاعب الاستثنائي حقيقي. ومش على فكره بقى يا كريم، مش انا اللي بقول عليه كده، اولمبياد عفوا بارالمبياد طوكيو 2020 هي اللي اطلقت عليه هذا اللقب، قالت عليه بطل استثنائي. ف بص بغض النظر بجد عن ان هو بس مصري لان ده فخر لينا جميعا، ولكن كمان كانسان يعني شوف انت عندك 10 سنين للاسف تتعرض لحادث يعني بتر وبعدين تكمل حياتك، طبعا عارف ان انت مختلف، عارف ان فرصك في الحياه ممكن تكون اقل من ناس كتيره جدا، لكن انا عايز ابقى حاجه. وعلى فكره لما انت تبقى عايز تبقى حاجه انت اللي لازم تاخد هذا القرار، محدش هياخده لك ومحدش هيقف جنبك وما تستناش حد يقف جنبك، انت اشتغل على نفسك وفي الاخر ربنا بيوفقك وبيوقف لك بقى الناس في طريقك. فبجد احنا ان شاء الله باذن الله نوعد حضراتكم احنا هنحاول يكون معانا ضيف 10 الصبح في الاهلي، لان هو نموذج مشرف، عايزين نسمع منه هو شخصيا الرحله دي ازاي، الصعوبات ازاي اللي عدى عليها، كل الكلام ده عشان احنا نفسنا يعني نتعلم. كانت لمسه حلوه قوي امبارح. بصي مش مجرد استثنائي، دي حاله يعني فريده جدا من نوعها على مستوى العالم. احنا بنتكلم على فكره، لما نيجي نتكلم على فكره تحدي الصعاب،
الكلام ده بيكون دباجه كده بتتقال دايما في المناسبات المشابهه، ولكن لما نلاقي ان في بني ادم عمل ده وبحذافيره وبمنتهى النجاح، نتكلم على تحديات مش عاديه. الواحد مننا لما بيجي له مثلا دور برد ولا حاجه مش قادر ولا عارف يرفع ايده وصعبان عليه نفسه وحاسس ان الدنيا كلها ضده، احنا بنتكلم على حد ملهم، حد من الصنف اللي الواحد مننا لما يركز كده في سيرته وفي مشواره يتكسف، يعني يختشي على دمه زي ما بيقولوا. احنا بنتكلم على نموذج مصري مشرف مبهر للعالم كله، حقيقي حقيقي يعني، يعني ربنا يعني يكتر من امثال المصريين اللي عندهم هذا الكم من روح التحدي والروح صحيح. القتاليه. احنا محتاجين ده، احنا لو تحولنا كلنا لبني ادمين عندنا تمن مش ربع تمن الروح اللي عنده، ده احنا هنولع الدنيا على مستوى ربنا العالم. يوفقهم يا رب ابطالنا في البارالمبياد، ويعني احنا كلنا معاكم وداعمينكم وفخورين بيكم مع اي حاجه. ولو تشوف يا كريم كل يعني فايز بسبب الفضيه او غيره البرونزيه لما بطل منهم بيفوز، السعاده اللي بتكون عليه يعني حاجه جميله. ربنا ان شاء الله يوفقكم وترجعوا لنا كده ابطال زي ما انتم دايما بميداليات كتيره جدا. نروح بقى على ابطال تانيين، فريق رجال كره اليد بالنادي الاهلي بقياده مديره الفني الاستاذ طارق محروس النهارده هيواجه نظيره اسفا السنغالي في اطار ربع نهائي بطوله كاس الكؤوس الافريقيه المقامه حاليا في المغرب الشقيق. الفريق كان حقق يعني العلامه الكامله في دور المجموعات بالفوز على نظيره فاب الكاميروني بنتيجه 48-23 في ثالث مواجهاته في البطوله الافريقيه للانديه. كمان خطف فريق النادي الاهلي الفوز الاول بنتيجه 46-26 على ريما النيجيري في ضربه بدايه المنافسه قبل ان يهزم ريد ستار الايفواري بنتيجه 45-26. ولو تلاحظي يا لهواند معظم السكورز تقريبا تقريبا دبل سكور، فاحنا بنتكلم على اللهم صل على النبي سيطره كامله على ارضيه الملعب. وبالمناسبه احنا معانا على التليفون من المغرب كابتن ياسر الرملي رئيس جهاز كره اليد بالنادي الاهلي، ونتعرف منه بقى على كواليس الفريق في بطوله كاس الكؤوس. كابتن ياسر صباح الفل على حضرتك ومبروك مجددا. صباح الخير على حضراتكم وعلى جميع المشاهدين قناه النادي الاهلي. كنا برضو عايزين نعرف من حضرتك بقى ورؤيتك انت الشخصيه لمباراه الامس وللاحداث عموما اللي فاتت واللي جاي، رؤيتك ليه ايه ان شاء الله؟ اتفضل كابتن ياسر. يعني اللي جاي مباراه النهارده ان شاء الله. النهارده احنا يعني الفرقه لسه يا دوبك مخلصه الفطار، ان شاء الله كمان ساعه هنتحرك نروح لملعب المباراه. عندنا مباراه النهارده الساعه 1 بتوقيت القاهره ان شاء الله. ان شاء الله. بحب انوه برضو ان المباراه مذاعه على موقع الاتحاد الافريقي على الهواء، يعني جميل. على صفحه الاتحاد الافريقي المباراه مذاعه على الهواء، ممكن جميع مشجعي النادي الاهلي ومحبي النادي الاهلي يتفرجوا على المباراه. طبعا. الفترة تقييمي للفترة اللي فاتت الحمد لله زي ما قلت لحضرتك قبل كده، احنا الفرقة مركزين من بداية فترة الإعداد ومن ساعة ما جينا هنا الأمور كلها متاخدة بجدية، مفيش هزار. ال 16 لعيب اللي بينزلوا يلعبوا مركزين تركيز كامل، اللعيبة متشوقة وبنحلم كلنا إن شاء الله إن احنا نرجع بالكاس، الكاس اللي غايب عن النادي الأهلي بقى لها 3 سنين. يمكن حضرتك اتكلمت على فرق الاسكور، احنا فعلا الولاد من أول دقيقة لآخر دقيقة مهما كانت النتيجة بنحافظ على كل هجمة، بنحاول كابتن طارق دايما بيقول لهم كل تركيزة في كل هجمة في كل الدفاع بنقاتل. مهما كان السكور كنا بنقاتل، كنا عايزين نطلع اول المجموعه عشان ناخد الطريق السهل. النهارده دور الثمانيه هنقابل رابع المجموعه الثانيه فريق اسفا السنغالي، فانت لما بتطلع الاول بتقابل الرابع يبقى ماتش اسهل شويه انك انت تقابل الثاني او الاول او الثالث. فان شاء الله احنا واخدين ماتش بماتش في تركيز كامل من الولاد، هم حاسين قد ايه النادي الاهلي وجماهيره ومجلس الاداره كلهم وراهم ومتابعينهم. الكابتن عمري كل ماتش بيقتنع معاهم، يا جماعه احنا لازم ناخد الماتشات بجديه. هم حاسين مجلس الاداره كابتن خطيب كل يوم في اتصال دائم مع الكابتن عمري. فباذن الله الولاد تركيز كامل، الحمد لله الجميع بخير
ان شاء الله يعني استشكر دعواتكم وتوفيق ربنا سبحانه. الدعوات لا تنقطع يا فندم، كل الاهلاويه في كل مكان انت عارف محبين لهذا الكيان المحترم، وكل الحقيقه فخور بالفريق الاول لكره اليد رجال في النادي الاهلي اللي عامل انجازات الحقيقه زي الفل لغايه دلوقتي. وبالنسبه لمساله العوده بكاس البطوله ده المتوقع منكم ان شاء الله، ربنا يقدركم ويحصل ده. وحضرتك طبعا اكيد دامس بنفسك الاهتمام الكبير من قبل كل القائمين على حتى قناه النادي الاهلي، حضرتك يعني دايما معانا في المداخلات في كل البرامج، وان شاء الله يعني كل مكالمه تحمل تهنئه جديده. بنهني حضرتك يا فندم وتحياتنا للبعثه كلها، وان شاء الله ترجعوا سالمين غانمين منتصرين باذن الله. بنشكرك كابتن ياسر، صباح الفل على حضرتك. الله يخليك يا رب ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. وهم مشرفينا لحد دلوقتي برضو بشكل كبير جدا، وبطوله هتبقى عظيمه ان شاء الله ونتوج بيها. وزي ما انت قلت فعلا تغطيه اكثر من رائعه، لان اهتمام كبير جدا صحيح. بهذه البطوله، واحنا قدها باذن الله، حتى لو كانت غابت فتره احنا قدها، فان شاء الله نفرح. انا قلت لك الكام شهر اللي فاضلين دول باذن الله يبقوا حلوين والشهم خير علينا جميعا يا رب. نروح بقى لانشطه النادي الاهلي المخصصه ليه هنا العضوات، لجنه المراه والجيم الاهلي بالجزيره واللجنه العليا للجان والاداره ايضا التنفيذيه نظموا كان يوم ترفيهي جميل جدا ورياضي كمان للسيدات والفتيات تحديدا. عملوا ايه؟ خلينا نتابع من هذا التقرير ونرجع نتكلم شويه عن اللجان وتحديدا لجنه المراه اللي عامله حقيقي شغل، مش هقول عظيم بس هو عامله شغل فارق. المهم ان انت لما تقدم حاجه تفرق بعد كده مع حياه الناس اللي انت او يعني اللي بيتم تقديم الخدمه ليهم، وده حاصل فعلا. واحنا اتكلمنا كتير جدا مع سيدات وعضوات من الموجودين في النادي اللي هم مهتمين بهذه اللجان واللي بيشاركوا فيها، وفعلا كان ليهم ردود افعال مختلفه وايجابيه في حياتهم. خلينا نتابع ونرجع نكمل مع حضراتكم. ايفنت النهارده ان شاء الله هيكون يوم سعيد، هدفنا ونيتنا في ادخال السرور على اعضاء النادي الاهلي والاهتمام بصحتهم، لان في تدريبات وفي مسابقات رياضيه وفي مفاجات جميله ان شاء الله الكل هيتبسط وهيتهنى باليوم. بنعمل الالعاب اللي هي فيها فايده للجسم وفيها مسابقات وفيها روح منافسه جميله وفيها فاني بالنسبه لعيله الاهلي، الكل يستمتع ويكون يوم سعيد ان شاء الله على الكل. هو النهارده مسميه يوم النشاط او الحيويه للجنه او للعضوات النادي الاهلي كله، دايما بيكونوا طالبينهم. احنا بنكسر المود خاصه ان احنا طالعين من دراسه وداخلين بقى باك سكول تاني، فنحاول ان احنا نعمل ريفرشنج. بيكون في اسئله النهارده وفي جوائز وفي مسابقات، نحب ننوع يوم ترفيهي، يوم في كل حاجه هم يتخيلوها وطلبوها من المره اللي فاتت كمان. دايما كل ما حاجه اسالنا هتعمل يوم ترفيهي امتى، فان شاء الله النهارده يكون على حسن ظنهم ان شاء الله. النهارده يعتبر فان داي نادي الاهلي عامله، هيكون عندنا رقص زومبا، عندنا تمارين ايروبكس في البسين، عندنا برضو تمارين سباحه، وطبعا كل ده احنا بنعمله عشان نشجع الناس ان هي تيجي وتعرف ان التمارين ممكن تتعمل بطريقه ايجابيه وفي نفس الوقت ممكن يطلعوا الطاقه السلبيه اللي من جواهم، وفي نفس الوقت بنديهم وعي يعني ان التمارين في البسين هي مش نوع واحد بس هما ينزلوا يتمرنوا بس سباحه، لا ممكن نعمل ايروبكس، ممكن نعمل زومبا. طبعا النهارده في يوم رياضي للسيدات، لجنه المراه مع التعاون مع الجيم مع حمام السباحه حاولنا ان احنا نعمل يوم حافل ورياضي وترفيهي وفي مسابقات وجوائز كتيره جدا وكمان في اكوا، ف يعني متهيالي اليوم النهارده هيبقى كله انشطه ورياضه واهم حاجه ان احنا نشوف جميع العضوات طالعين مبسوطين من اليوم ده. الايفنت النهارده فكره رائعه من رئيسه اللجنه طبعا هنا في النادي. احنا كل فتره كده بنعمل اكتيفيتيز كتير جدا، بس اكتر حاجه بصراحه مميزه هي ايفنت للسيدات، وطبعا بيجمع كل السيدات النادي، فبيبقى في اكتيفيتيز كتير جدا ومسابقات وبتبقى يوم لطيف جدا بصراحه، بنستناه كل فتره كبيره قوي. بدايه احنا كل عضوات النادي الاهلي منتمين جدا للنادي وحابين النشاطات اللي بيقدمها للاعضاء والعضوات يعني، فده اوبشن زياده بيخلينا نبقى فخورين بان احنا منتمين للنادي هنا وعايزين عندنا فضول ان احنا نعرف كل جديد ايه اللي بيقدمه، ويا رب ونتمنى انه يبقى فيه اهتمام اكتر ومزيد من الفعاليات بشكل مستمر، ده يسعدنا احنا وهيدينا طاقه ويدينا يعني بره بقى هنقدر نتعايش مع مشاكل الحياه تبقى احسن كتير يعني.
شكله كان يوم حلو. يوم كان حلو طبعا. وخليني بقى ارجع للنقطه اللي كنت بتكلم فيها، ازاي لجان وتحديدا هتكلم عائشه عن المراه شويه، ازاي بتغير حياه بعض السيدات. لان انا كان ليا حديث قبل كده مع بعض السيدات في النادي الاهلي في فرع الجزيره تحديدا، وكنا بنتكلم بندردش عادي، قعدت بنات وستات يعني. فواحده من العضوات اللي كانوا قاعدين هي ربه منزل، وهي بتقول لي انا بجد اللي عامل لي قيمه في حياتي واللي محسسني ان انا شخص منتج في الحياه هي لجنه المراه. فبقول لها ايه ده، معقوله؟ وحسيت ان الكلام مبالغ. قالت لي لا بالعكس، قالت لي انا ام لطفلين وما عنديش حاجه تانية بعملها في حياتي غير ان انا ام لطفلين، لكن لما بشارك مع لجنه المراه وبنزل والاكتيفيتيز وبتشترك كمان في الحاجات اللي هي بتبقى الصناعه اليدويه وغيره، بتقول لي انا بحس ان انا شخص منتج في المجتمع وبستفيد جدا، وكمان الحاجات الثقافيه اللي بيعملوها وبيقوموا عليها. فانت فاهم، ده نموذج في زيه نماذج كتيره جدا. ففعلا اللجنه دي بتخدم باشكال مختلفه، الواحد يحس ان هو شخص منتج في هذا المجتمع. دي حاجه حلوه جدا يعني. انا أعجبت بصراحة بكلامها، وحبيت جدا فكرة إن حتى ولو شخص أنت فرقت في حياته بجد ده إنجاز. النادي الأهلي المفروض إن هو شأنه شأن بقية الأندية، اللي هو نادي رياضي اجتماعي. في أندية تانية كتير ممكن تلاقي الجانب الاجتماعي بعافية حبتين، وفي بعض الأحيان ممكن تلاقي حتى الجانب الرياضي بعافية حبتين. النادي الأهلي وضع مختلف تماما رياضيا طبعا، حدث ولا حرج، مش محتاجين نخوض. لا ما عدي بقى الحته دي، لا بس عايزين نقف عند البند او التفصيله الاجتماعيه طبعا. الكلام اللي انت بتقوليه ده في منتهى الاهميه، لما يكون نادي بيشكل وجدان وبيساعدك على احساسك بنفسك وبكيانك وبذاتك وباحساسك بان انت عندك ملكات ما، وبيساعدك على تفجير الملكات دي، لا دي حاجه محترمه جدا، والحقيقه كلمه حق لازم تتقال. يعني ابتداء من اللجنه العليا للجان وصورا لكل اللجان، كل لجنه منهم على حده عامله شغل 10 على 10. ناس عاملين شغل 10 على 10. طيب معلش بس بقى انا هحكي سريعا عشان احنا بنتفرج على الطقس، فكان يعني الزقازيق ودمياط، فبنتكلم فبقول له انت عمرك رحت دمياط؟ عمرك رحت الزقازيق؟ فبيقول لي بقى كريم حاجه، وحضراتكم لكم يعني حريه انكم تصدقوا او لا بصراحه زي ما بيتقال كده. تسيبيني انت بالطرح بتاعي؟ طب ممكن بقى، اصل انا مش قادره والله. كريم بيقول لي او بيحاول يقنعني ان هو وهو صغير راح الزقازيق، كان كنت في المدرسه، كنت في ثانويه عامه، كان مشارك في العاب قوى وخدت بطوله جمهوريه. ما خدتش بطوله جمهوريه، طلعنا التانيين او التالتين في سباق 400 متر تتابع، واقسم لك ده هو مش مصدقه، وهو الحقيقه كلام مني انا يبدو وكانه خيال علمي، بس والله العظيم ثلاثه الكلام ده حصل. كان في دوري مدارس. أيوة. على ايام تاني الكلام ده لسه لغايه دلوقتي موجود، بتلعبي على مستوى المنطقه التعليميه ثم بتلعبي على مستوى المحافظه، بياخدوا اول اثنين او ثلاثه تقريبا، اول ثلاثه من كل رياضه تمام، ويطلعوا يتصعدوا بقى يلعبوا بطوله الجمهوريه. فالعبد لله اللي قاعد جنب منك بكل تواضع شارك في بطولة الجمهورية الألعاب وقوة في زمن من الأزمنة الغابرة. إيه رأيك بقى؟ أقولك بقى على حاجة، وخدت 7 درجات تفوق رياضي في ثانوية عامة. امال ايه اللي جرالك؟ اقسم لك بالله العظيم اتحسدت يا ست الكل. طب احنا نشوف الموضوع ده، بس يعني انا بصراحه عمري ما كنت هتوقع يعني، ولا انا اتوقعها، بس ده حصل. امال ايه اللي مخليها ذكرى عطره؟ نطلع فاصل سريع وهنرجع نكمل مع حضراتكم. دلوقتي هنروح لاخبار النادي الاهلي، فرق المختلفه والانشطه كمان، ورسلتنا العزيزه جدا موجوده هي دلوقتي في فرع النادي الاهلي مدينه نصر بقى، استعدادا للافتتاح زي ما كنا بنقول لحضراتكم الساعه 5 ان شاء الله. هنا صباح الخير عليكي، وقبل اي حاجه طبعا يعني انقلي لنا الصوره دلوقتي في النادي فرع مدينه نصر، والاستعدادات بقى للافتتاح، والاعضاء مبسوطين بهذا الحدث ولا لا؟ لو في حوارات دارت ما بينكم، معلش برده اطلعيني على حاله الطقس عندك، احنا عرضناها ولكن برضو خلينا نعرف منك الجو اخباره ايه، الشمسه شديده ولا لا، الحاله المروريه، يعني ادينا كده نظره شامله. يا هنا اتفضلي. هنا يا صباح الخير عليكم يا نهواندو يا كريم، وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد و10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت يا نهواند، فقره اخبار النادي النهارده هتكون من فرع مدينه نصر، واللي بيشهد الحدث الاكبر لليوم وهو افتتاح جراج النادي زي ما انت قلتي برضو يا نهواند في تمام 5 مساء. يعني خليني اقول لك ان الاعضاء الحقيقه سعداء جدا بهذه الخطوه، هو كان مطلب جماهيري طبعا، وهيحل ازمه كبيره جدا داخل فرع مدينه نصر، كل في انتظار الافتتاح في تمام 5 مساء. طبعا هيكون بوجود رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وايضا محافظ القاهره اللواء خالد عبد العال.
خليني انا هوندا اقول لك يمكن ما فيش الحقيقه تواجد للاعضاء بشكل كبير لسه احنا في الصباح الباكر، لكن اعدادهم بتزيد على مدار اليوم، خصوصا طبعا ان النهارده هيكون في حدث مهم، يعني ان شاء الله في خلال الساعات القادمه الاعضاء هيبداوا يتواجدوا في فرع مدينه نصر بشكل اكبر. خلونا بقى دلوقتي نبدا فقره اخبار النادي ونبدا بالفريق الاول لكره القدم. النهارده طبعا هيستأنف الفريق الراحه السلبيه اللي كان منحها الجهاز الفني بقياده مستر بيتسو موسيماني على ان يستأنف الفريق تدريباته يوم الاحد القادم 5 سبتمبر. واستكمالا للحديث عن كره القدم، ناشئين 2001 النهارده هيكون عندهم مباراه وديه امام فريق بروسيا، طبعا ده احد فرق الدرجه الرابعه استعدادا بقى للموسم الجديد. وخليني انا هوندا اقول لك انه الفريق بيلعب سلسله من المباريات الوديه، يعني كان لعب مباراه في الاسبوع الماضي امام النصر للتصدير وقدر شباب الاهلي يفوز بنتيجه 5-1. ايضا هيكون عندهم مباراه وديه يوم الخميس القادم هتكون امام الفريق الاول للنصر السكندري، وزي ما قلت لك طبعا ده ضمن خطه الاستعدادات للموسم الجديد. يعني الحقيقه كل الفرق بتستعد بشكل كبير جدا وعندهم هدف واحد هو تحقيق جميع البطولات في الموسم الجديد. خلونا بقى نروح دلوقتي للالعاب الاخرى ونبدا بكره اليد. رجال كره اليد طبعا عندهم النهارده مباراه ربع نهائي بطوله كاس الكؤوس، هيواجهوا بطل السنغال فريق ASFA في تمام الواحده ظهرا. طبعا المباراه بتقام في مدينه المغرب وبنتمنى طبعا لفريقنا كل التوفيق. خلوني اقول لكم انه الحقيقه الفريق عامل اداء كبير جدا من بدايه البطوله، يعني خليني اذكر الجماهير بجميع النتائج. واجهوا في البدايه فريق سوكوتو ريما النيجيري قدروا يفوزوا بنتيجه 46-26، ثم واجهوا فريق ريد ستار الافواري وقدروا يفوزوا بنتيجه 45-26، واخيرا قدروا يفوزوا على فريق فاب الكاميروني بنتيجه 48-23 ليتاهلوا للربع النهائي بالعلامه الكامله. ان شاء الله النهارده ايضا هيفوزوا على بطل السنغال، يعني بتمنى لهم كل التوفيق مره ثانيه. ده فيما يخص اخبار الفرق الرياضيه. خلوني كمان انقل لكم اخبار انشطه اللجان. لجنه الطفل طبعا تحت اشراف اللجنه العليا للجان بالتعاون مع الاداره التنفيذيه بتعلن عن مهرجان تعريفي برياضه الملاحه الرياضيه. المهرجان طبعا هيكون تحت رعايه الاتحاد النوعي للملاحه الرياضيه التابعه لوزاره الشباب والرياضه. هيكون في 4 فعاليات للمهرجان. الفعاليه الاولى هتكون مهرجان تعريفي اول، هيكون يوم الجمعه 3/9 بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. المهرجان التعريفي الثاني هيكون يوم الجمعة 10/9 بفرع الشيخ زايد، والمهرجان التعريفي الثالث هيكون يوم الجمعة 17/9 هنا بفرع مدينة نصر. بعد كده هتكون فعاليات البطولة الأولى للنادي الأهلي وهتبدأ في يوم 24/9. يعني الحقيقة أن الرياضة دي بتمارس لجميع الأعمار السنية بداية من 7 سنوات وهيكون بمعدل من 15-20 أسرة في كل فرع. ياريت كل الأعضاء اللي حابين يشاركوا في هذه النشاط يتوجهوا لإدارة العلاقات العامة في 3 فروع النادي. طبعا هيكون يوم مميز جدا وهيتم تسليم ميداليات تذكارية للأطفال وشهادات تقدير لكل الأسر، يعني زي ما قلت هيكون يوم مميز جدا زي الحقيقة ما لجنة الطفل بجانب جميع اللجان داخل النادي الأهلي معودنا دايما. يعني دي أنا هوندو يا كريم كانت أبرز الأخبار من داخل فرع النادي الأهلي مدينة نصر. العودة لكم مرة أخرى في الاستوديو. شكرا ليكي جدا زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم على هذه التغطية الأكثر من رائعة، وخليكي بقى موجودة، احنا احتمال نيجي إن شاء الله نحاول نكون موجودين يعني في هذا الافتتاح العظيم. شكرا ليك يا هاني. نروح بقى دلوقتي مع حضراتكم على مقر جريدة البوابة نيوز وزميلتنا العزيزة مريم سميح وقراءة في أهم الأخبار الرياضية في كافة الصحف والمواقع، وأكيد من ضمن المنشطات اللي هنتعرف عليها أو هنعرفها دلوقتي ما يتعلق بالظهور الأول لميسي مع باريس سان جيرمان. مريم صباح الفل عليكي، طولي وهلي علينا بمنشطاتك، اتفضلي. صباح الخير
عليك يا كريم، بصبح عليك يا نهاوندو، بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة صحفية جديدة من داخل مقر البوابة نيوز. هيكون معانا يعني عدة عناوين هامة جدا، وهي العناوين التي صدرت صباح اليوم الاثنين. والبداية من الوطن سبورت، مدرب أنجولا: مصر أقوى منتخب في إفريقيا وخسرنا 12 لاعبا بسبب كورونا. أكد المدير الفني للمنتخب الأنجولي بيدرو جون كالفز على صعوبة مواجهة منتخب بلاده المرتقبة أمام المنتخب الوطني، واللي طبعا هتقام بعد غد الأربعاء على ملعب استاد الدفاع الجولي ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2022. وقال مدرب منتخب الأنجولي: من المؤكد أن غياب صلاح والنني عن منتخب مصر مؤثر، لكن مصر أقوى منتخب في إفريقيا وتمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين. طبعا يعني المدير الفني الأنجولي شايف أنه على الرغم من غياب النني وصلاح، ولكن هو برضو شايف ان يعني باقي اللعيبة قادرين على تعويض هذا الغياب. واضاف: اذا خسرت مصر لاعبين اثنين بحجم لاعبين اثنين بحجم صلاح والنني في المواجهة المقبلة امامنا، فنحن خسرنا 12 لاعب بسبب ازمة كورونا والاجراءات الاحترازية. ووصل ايضا: خسرنا 7 لاعبين امام جامبيا وامام الجابون بسبب الاجراءات الاحترازية. واتم في النهاية، في نهاية التقرير وتصريحاته: درست منتخب مصر جيدا وأعلم مدى قوته في التحولات الهجومية، لكنه أيضا يمتلك نقاط ضعف سنعمل عليها، بكل تأكيد ستكون مهمة صعبة بسبب الغيابات، لكنني أثق في روح المجموعة. من موقع في الجول: في ليلة ظهور ميسي، باريس سان جيرمان يجتاز ريمس بثنائية امبابي. في ظهور ليونيل ميسي طبعا الأول بقميص باريس سان جيرمان، تغلب فريق العاصمة على ريمس بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الفرنسي. ولم يبدأ ميسي ضمن التشكيل الأساسي، حيث حل في الدقيقة 66 بدلا من النجم البرازيلي نيمار. وتعد هذه هي المشاركة الأولى لميسي طبعا مع الفريق بعد غيابه عن قائمة المباراتين الماضيتين ضد ستراسبورغ وبرست. طبعا آتت اللحظة المنتظرة لكل جماهير ليونيل ميسي يا مساء أمس الأحد في هذه المباراة، في الدقيقة 66 بنزول ليونيل ميسي بدلا من نيمار. وحاول ميسي كمان صناعة فرصة لمبابي في الدقيقة 78 بتمريرة داخل المنطقة، حاول مبابي يعني إعادتها إليه مرة أخرى، ولكن طبعا اعترض الدفاع مسارها. نهاية المباراة رفعت رصيد باريس سان جيرمان إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب الدوري الفرنسي، فيما يحتل ريمس المركز 17 بثلاث نقاط. ثالث أخبارنا النهاردة من البوابة سبورت: أتلتيكو مدريد يسقط في فخ التعادل أمام فياريال. سقط فريق طبعا أتلتيكو مدريد حامل لقب الدوري الإسباني في فخ التعادل على أرضه وسط جماهيره أمام ضيفه فياريال بهدفين في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني. بهذه النتيجة طبعا رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس فارق الأهداف عن ريال مدريد المتصدر، بينما يعني فياريال فشل في تحقيق الفوز الأول مكتفيا بثلاث تعادلات. ومن صحيفة الشرق الأوسط: توتنهام في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز وغرينوود ينقذ يونايتد. تصدر فريق توتنهام جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على واتفورد بنتيجة 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأحد في الجولة الثالثة من المسابقة، واللي شهدت أيضا تعادل بيرني مع ليدز 1-1 وفوز مانشستر يونايتد على وولفرهامبتون بنتيجة 1-0. كمان يعني التقرير رصد انه بيدين توتنهام طبعا الفضل في هذا الفوز للاعبه يونغ مين سونغ الذي سجل هدف المباراه الوحيد في الدقيقه 42. وبهذا الفوز حقق توتنهام العلامه الكامله في مبارياته الثلاث الاولى ليرفع رصيده الى 9 نقاط في صداره الترتيب، فيما توقف رصيد واتفورد عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر.
كمان أضاف التقرير أن مانشستر يونايتد يدين بالفضل في فوزه على وولفرهامبتون بصعوبة بنتيجة 1-0 طبعا للاعبه ميسن جرينوود الذي سجل المباراة أو الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 81 ورفع بهذه النتيجة مانشستر يونايتد رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث. وأخيرا من الجمهورية أونلاين البارالمبياد 23 ميدالية للعرب في طوكيو. تمكن طبعا اللاعبون العرب من إضافة المزيد من الميداليات في بطولة الألعاب البارالمبية واللي بتجرى في طوكيو حاليا وارتفع عدد الميداليات العربية في البطولة ل 23 ميدالية حيث دخلت دولتان عربيتان جديدتان في قائمة الميداليات. حققت الإمارات طبعا أولى هذه الميداليات حيث حصلت على الميدالية البرونزية عن طريق اللاعب محمد الحمادي وذلك في منافسات سباق الكراسي المتحركة 100 لفئة T34 وكان التونسي وليد كوتيلة حصل على الميدالية الذهبية في هذا السباق. كمان يعني حقق رقم قياسي جديد يرتفع عدد ميداليات تونس في هذه البطولة إلى 2 وفضية وبرونزية. كذلك أضافت الكويت ميدالية فضية عن طريق اللاعب أحمد المطيري في منافسات سباق 100 متر T33 رجال. وتتفوق الجزائر في مجموع الميداليات حيث حصلت على 7 ميداليات ذهبية وفضيتين و4 برونزيات. كمان حصلت مصر على ميداليات 4 فضية و2 برونزية. وأخيرا الأردن يعني استقر عدد ميدالياتها على 2 برونزية. دي كانت أبرز أخبارنا وعناويننا في جولتنا الصحفية اليوم. بشكركم جدا، عودة لكم مرة أخرى. كل الشكر ليك زميلتنا العزيزة مريم سميح على هذه التغطية المتميزة. صباح الفل عليك. شكرا ليك يا مريم، شكرا ليك يا هنا زملائنا الأعزاء. قبل ما نكمل مع حضراتكم برضو بما أن احنا بنتكلم على المنشطات الرئيسية، كان في مبارح كده كم خبر أثاروا الجدل وكمان التعاطف بشكل كبير جدا والحزن على السوشيال ميديا. احنا بنجيب لحضراتكم دايما الأخبار اللي هي يعني بتعمل رواج على السوشيال ميديا أو بتثير الرأي يعني عليها. في وفاة كانت حصلة امبارح وده هيندرج تحت بند إصابات الملاعب. بص بقى يا كريم، للأسف الشديد امبارح حصل وفاة للاعبة جودو أثناء التمرين بأحد النوادي بالمنصورة، بنت صغيرة جدا يعني لو حضراتكم دلوقتي هتشوفوا صورتها. وده شيء محزن جدا، يعني هي بنت رياضية بتتمرن عادي جدا ولكن توفيت وشيعت يعني جنازتها امبارح من مسجد العسوي بالمنصورة. هل هذا الخبر الوحيد؟ لا، خبر تاني برضو بيندرج تحت إصابات الملاعب. امبارح كان وفاة أيضا كابتن أحمد فودة، هو مدرب السباحة، بيقولوا هو كان مرهق جدا قبل ما ينزل المية وكان بيقول أنه مش قادر لأنه كان قاعد بيشتغل قبلها فترة طويلة جدا لغاية الساعة 12 بالليل واليوم بتاعه ابتدى بدري قوي واضطر ان هو علشان ده زي ما بيقولوا اكل عيشه، يعني قرايبه اللي بيتكلموا وبيحكوا يقولوا ده اكل عيشه، فهو كان مرهق جدا ولكن اضطر ان هو ينزل تاني علشان ده شغله ده اكل عيشه. وللأسف لان هو كان مرهق جدا يعني لما نزل التدريب توفي يعني، وطبعا كان في اندهاش من كل الناس اللي موجودة. برضو هنعرض لحضراتكم طبعا صورته، هو شاب يعني زي ما بيتقال كان المستقبل قدامه، كانت الحياة قدامه، ولكن للأسف الشديد إصابات الملاعب ملهاش كبير. وفي نفس الوقت أنت عمرك، وقلنا الكلام ده قبل كده يا جماعة، أي حد بيحس بإرهاق محدش يجي على نفسه بدنيا، الموضوع ده في غاية الخطورة يعني سواء ناس عادية أو ناس رياضيين. ده خلى بقى كريم برضو الدكتور جمال شعبان، طبعا هو قامة كبيرة، تحدث كده تحديدا وعلق على الأحداث دي وإصابات الملاعب وقال كده: قلنا ان السكتة القلبية هي مرض العصر، ان اختلال كهرباء القلب هو السبب الرئيسي لتوقف القلب المفاجئ في الشباب والاطفال، وان عمل رسم القلب والفحص المبكر للقلب قبل ممارسة الرياضات وخاصة العنيفة ممكن يساعد في التشخيص المبكر للأشخاص اللي ليهم عرضة للسكتة القلبية. رحم الله ضحايا السكتة وتقبلهم شهداء. يعني هنقول ايه؟ مفيش جدال في هذا الموضوع، لازم الواحد فعلا يعمل فحص، ما فيهاش اي حاجه حتى لو صغير في السن. ما زي ما شفنا يعني اللاعبه دي تقريبا ما تعداش عمرها 13 سنه،
فما حدش كبير على ده، لكن للاسف الشديد ده ملف مهم جدا، واحنا هنسعى ان شاء الله انا وكريم وفريق الاعداد ان احنا نجيب مع حضراتكم فقره كامله ونتكلم عن اصابات الملاعب ومدى خطوره هنا السكتات القلبيه اللي للاسف ناس كتيره ولاعيبه كتيره جدا راحوا ضحاياها، يعني الله يرحمهم فعلا. حاجه محزنه جدا، تحس بطل رياضي او بطله رياضيه. لا وبعدين من زاويه بقى بعيدا عن البطوله، وزاويه الاب والام اللي فقدوا بنتهم اللي عندها 12 13 سنه واللي فرحانين بيها واللي شغالين وتعبانين عليها عشان يحولوها لبطله، فيعني خبر حزين جدا. طبعا كل التعازي لاسر المتوفين، وطبعا التفصيل اللي بتتكلم فيها نواندي في منتهى الاهميه، فكره ان الواحد لازم يبقى بصفه مستمره وبشكل دوري، وخصوصا اللي بينتموا لفرق او كيانات رياضيه، ده حتى دور الانديه المختلفه ان هي تعمل هذا الامر. دي نقطه. النقطه الثانيه واعتقد ان احنا اتكلمنا فيها قبل كده يمكن لما حصلت كذا وقعه مشابهه في ملاعب كره القدم، فكره ان كل ملاعب اي رياضه بالرياضات لازم تكون مجهزه بكل ما يستدعي لانقاذ حياه من يحتاج الى انقاذ حياه، الاسعاف والطاقم الطبي والاجهزه طبعا. انت عندك في الدول الاوروبيه بتلاقي تقريبا ميني عنايه مركزه موجوده في ارضيه الملعب عند اللزوم، لو في لا سمح الله ما يستدعي بتلاقي اطباء اكفاء فريق متكامل معاهم كل الاجهزه اللي ممكن يحتاجوها بينقذوا حياه بني ادم. انا بتفق معاك، ملف مهم وان شاء الله نناقشه مع حضراتكم بشكل اكثر تفصيلا في فقره يعني على مدار هذا الاسبوع. طيب فقرتنا الحواريه انتهت، هنروح فاصل ونفكر حضراتكم بس بالفقرات اللي معانا. فقره اولى معانا ابطال رياضيين من قصار القمه اللي بنفتخر بيهم حقيقي، فقره ثانيه مع الاستاذ ايمن جلبرتو المتالق وهو مدير ايضا تحرير يلا كوره موقع يلا كوره وناقد الرياضي، وملفات كثيره جدا اكيد هنحب ان احنا نناقشها مع سيادته. طيب انت هتاخد بريك صح كده؟ بريك يعني كما ينبغي. طيب انا هرجع لوحدي مع حضراتكم عشان الفقره اللي جايه معانا ضيفين، وبعد كده كريم هينضم لينا في الفقره الاخيره. اتفضل. مرحبا بحضراتكم في هذه الفقره، والفقره دي يعني بجد من الفقرات اللي انا بحبها جدا، لان مش الواحد بس بيستضيف ابطال في رياضه ما، لا كمان بتستضيفهم وبتعرف منهم كواليس يعني الرحله للبطوله والتحديات اللي هم بيواجهوها، وحقيقي بنتعلم منهم. خليني ارحب وهم اللي يحكوا لنا، يعني ضيوفنا هم اللي يحكوا لنا بنفسهم هذه الرحله اللي بجد الواحد لما بيقعد كده ويسمع بيقول ان يعني هو انا ازاي اوقات بحس ان انا مش قادر احقق حاجه انا عايزها، وانا ازاي اوقات بضاوت او بشك اصلا ان انا ممكن يكون ربنا مديني نعم كتيره جدا. يعني بجد ابطال قدروا ان هم يتحدوا ظروف استثنائيه ويحققوا ميداليات ويرفعوا اسم مصر زي ما بنقول. خلينا نرحب بمحمد سعودي وهو شهير بكيمو، ما اعرفش ازاي بس هنعرف منك، لاعب منتخب القاهره لكره القدم لقصار القامه، واحمد ايوب بطل الرمح ورمي الجله لقصار القامه ايضا. صباح الفل عليك. صباح الفل بجد والله عليك. انا يعني انا وغيري كتير جدا مبسوطين بيكم قوي. وقبل ما نخش في تفاصيل يعني الرياضه لازم نعرف عنكم اول، نبدا بكيمو. انا عايز اسالك اصلا ليه كيمو؟ يعني محمد سعودي وبقى كيمو ازاي؟ انا اسمي الحقيقي محمد سعودي، بس من ساعه ما اتولدت عندي في البلد مشهور بكيمو، يعني كل يعني بيقولوا لي يا كريم بس مشهور بكيمو على طول. يعني كنت هتتسمى كريم بس سموك لا محمد؟ لا انا سميت محمد بس يعني هم هيتقال عليا كريم ما فيش مشكله. طيب كيمو انت الاول انت عندك كام سنه؟ انا عندي 24. 24 سنه درست اتخرجت من جامعه؟ واخد دبلوم تجاره. كويس جدا، احكي لنا من معلش نرجع لورا شويه، بدايتك كانت ازاي؟ فكره ان انا قررت عايز امارس رياضه، طب اشمعنى هذه الرياضه تحديدا؟ مين اللي كان بيشجعك؟ انا اللي كان بيشجعني الرياضه على طول والدي الله يرحمه، كان هو اللي دافع ان انا كنت بتفرج معاه على طول على ماتشات. انا من وانا عندي 9 سنين كنت ما يعني اتغريت بكره القدم، كنت بتفرج على النادي الاهلي وعجبت بالنادي الاهلي طبعا وحبيته، فمن ساعتها من ساعتها وانا عندي 9 سنين بحب الكوره، عايز اطلع يعني كنت بتمنى ان اطلع لعيب لحد ما ربنا حقق امنيتي يعني وبقيت في منتخب القاهره لكسار القامه دلوقتي حاليا. فالحمد لله امنيه حياته حققتها الحمد لله، بس الواحد كان نفسه يعني يبقى حاجه يعني يبقى لعيب كبير يعني في نادي كبير يعني يقدر يعني زي الناس الثانيه نقوم ونلعب فيها، بس الواحد يعني امنيه حياته وصلت الحمد لله. حلو جدا جدا، وهرجع لك تاني يا كيمو لان اكيد الموضوع ما كانش سهل، واكيد كان في لحظات فيها نوع من الاحباط، واكيد في ناس كانت ممكن تكون مش مؤمنه ان انت ممكن تعمل ده، او كانوا بيحاولوا ان هم يحبطوك زي حال اي حد يعني،
هرجع معاه في النقطة دي. بس برضو أيوب أنا عايز أسألك نفس السؤال، يعني أنت عندك كم سنة ومين يشجعك؟ شمعنا هذه الرياضة؟ وبرضو أنت يعني اكتشفت إمتى أن أنا عايز أبقى بطل ورياضي وغيره؟ هاي ناس تتعرف عليك أكتر. أنا عندي 23 سنة، بدرس في كلية حقوق جامعة عين شمس. أنت زميل، أنا اتخرجت من حقوق إنجلش. برافو عليك. شرف لي. وأنا أصلاً بحب المسرح، فبدأت حلو قوي. بمثل، وهو أصلاً كان حلم حياتي الأولاني يعني. فدخلت المسرح 2016 كده، لو كنت ببقى خجول جداً وما كنتش بحب أمشي في الشارع، ما كنتش كنتش بتحب تمشي في الشارع؟ كنت بحب أقعد في أوضتي كده مع تليفوني، مع حتى كان عندنا تلفزيون قديم فجبته في الأوضة حطيته وقعدت مع نفسي. ليه يا أيوب؟ يعني ليه كان عندك الإحساس ده؟ كان وقتها مثلا مش حاسس إن الناس متقبلة مثلا أو متقبلات؟ يعني يعني تربيت في حتة شعبية بقى، فكنا بنواجه حاجات ما كانش في ثقافة لسه يعني للأسف. بالظبط، لحد ما دخلت الجامعة ودخلت المسرح حبيت الموضوع جدا، والمسرح جرأني جدا وبقى حلم حياتي. لحد في 2019 كده كنت ماشي راكب المترو، فكابتن المنتخب بتاعنا كان هو شافني، بس ساعتها ما عرفش يتكلم معايا لان المترو كنت ركبته ومشيت. فانا شفت عن المنتخب وسمعت عنه على النت، فوصلت رقم الكابتن وكلمته. الاول كنت متردد، يعني كنت اقول لا خليني في التمثيل، فبعد كده ارجع اقول لا اروح امثل والعب كوره، لحد ما كلمت الكابتن وقلت له خلاص انا جاي، ورحت التمرين وحبيت الموضوع، ودلوقتي بقى عندي حلم التمثيل وكره القدم. برافو عليك والله بجد يا ايوب، برافو جدا، شاطر جدا. وعايزه بقى اروح معاكم تفاصيل اكتر عشان برضو الناس اكيد حابه تسمع ده، لان خلي بالك من حاجه، لما حد بيشوف يعني شخص قدر يوصل لحاجه كبيره ورغم صعوبات كتير ممكن تكون واجهته، ده ممكن يكون ملهم ليه. يعني انا نفسي حابه اسمع منكم، يعني قولي يا كيمو مثلا، انت لما قررت انا خلاص عايزه امارس الرياضه دي وعايزه ابقى بطل رياضي، وظروفك او في البيت او والدك يعني الله يرحمه هو كمان كان بيشجع كل اداك الدفعه الاولى، رحت وقدمت، ولكن اكيد كان في صعوبات، ما كانش الموضوع سهل. خلينا نعرف منك ايه هي بالظبط الصعوبات اللي واجهتك وازاي اتغلبت عليها، برده عملت ايه؟ الصعوبات واجهتني بعد ما خلصت الاعداديه ودخلت دبلوم التجاره، فكنت بلعب كره قدم، فعندنا في النادي قدمت في مواليد 97، فروحت النادي وهناك اتمرنت وقدرت اقاوم مع الناس الكبيره، بس لحسن حظ يعني ان انا في النادي ما قدرتش ان انا اكمل، يعني هم قالوا لي مش عشان جسمي وكده، يعني قالوا لي مش هنقدر يعني نعمل، فانا قلت فخلاص برده ما احبطت فعلا ساعتها في الاول، بس بعد كده لا قلت لازم امارس برده ان شاء الله، انا ربنا يريد ان ممكن اكون في حاجه كبيره. فضلت احاول لحد ما ربنا كرمني وتعرفت على منتخب القاهره لكسار القامه، تابعت مع الكابتن ابراهيم مراد على التليفون شخصيا وكلمته وتعرفت عليه، وبعد كده تعرفت على التمرين وفي القاهره، فباجي مقصود انا اصلا من محافظه اسيوط. تحية كبيرة، لأن إيه الجمال ده؟ إيه، برافو عليك والله. برافو عليك جدا. أنت حد مرنك في الأول يا أيوب؟ يا كيمو ولا لأ؟ اتمرنت ده هنا، ده كان في التمرين في القاهرة. لا بس أنت عندك التالنت، عندك الموهبة أصلاً. يعني الحمد لله. ما شاء الله. مهارتني؟ تمام. ففضلت اقاوم لحد ما اتعرفت على الكابتن، وبقيت لحد ما انضميت لمنتخب القاهره لكسار القامه، وباجي مخصوص على طول من اسيوط كل تمرين من محافظه اسيوط. يا يعني انت الموضوع كمان معاك اصرار لدرجه ان انت من محافظه ثانيه، لكن انا اسافر علشان اروح واتمرن. برافو عليك. انا عشان حلم كره القدم، ان حلمي ان انا ابقى العب كبير. الحمد لله لما ربنا كرمني وجيت في المنتخب باجي كل اسبوع التمرين هنا اوقات في القاهره، وباجي وبرجع في نفس اليوم. وانت لسه على هذا الوضع ولا؟ الحمد لله موجود في منتخب القاهره لكسار القامه، باجي كل الكابتن لما بيخلينا تمرين كل اسبوع، باجي كل اسبوع التمرين وبرجع تاني في نفس اليوم البلد. ايه اخر البطولات برضو عشان الناس تبقى عارفه اللي انت شاركت فيها؟ كان عندنا بطوله هنا قريب في اسكندريه مع منتخب اسكندريه ومع منتخب دمياط، وكسبناها الحمد لله منتخب القاهره لكسار القامه، ساعتها انا خدت الهداف وخدت احسن لاعب. لا ده احنا معانا بقى نجم كبير. برافو عليك. الحمد لله. برافو عليك ما شاء الله. لا حلو جدا. طيب ايوب خليني برضو اسمع منك،
على فكرة أنت فيك يعني وشك فعلا ممكن تبقى فنان. أنت مثلت كتير ولا مسرح؟ مثلت مسرح. أنا أول ما بدأت مسرح وتعلمت مسرح، عملت لغاية دلوقتي حوالي 10 مسرحيات. والله الفنان بيبان. انا كان بجد مش بجاملك والله بجد، يعني عندك قبول ما شاء الله، يعني من ساعه ما شفتك قبل الهوا. وادوار ايه اللي انت مثلتها؟ انا عملت اول دور خالص كنت عامله سعيدي، وكان الدور اللي قبله كنت طالع صامت. كان انما اول دور فعليا اتكلمت فيه كان سعيدي في مسرحيه سينما 30، كان فلاح سوري، كنا فلاحين. اقرب دور لقلبي بقى دور الخواجه جون. عملت دور خواجة كمان؟ كان في تبع أستاذ خالد جلال. طبعاً مواسم نجوم المسرح الجامعي. وعملت إعلان في 2019 نزل على قنوات الأفلام وكده. برافو عليك. فبدأت بقى يعني التمثيل بسعى فيه جامد يعني. ولما دخلت الكورة بقى حسيت إن الكورة لأ مش هتعطلني عنه. يعني الأول كنت خايف إن الكورة تعطلني عن التمثيل وكده، فلقيت لأ الموضوع لطيف جدا يعني، فبدات اسعى في الاثنين. برافو عليك. والناحيه بقى الاخرى اللي هي الرياضه، برضو بتستعد ازاي للبطولات؟ التمرين، الاستعداد، مين اللي بيدربكم؟ هو الاول انا ما كنت عايز اركز في التمثيل وكره القدم بس الكابتن شجعني قال لي لا انت يجي منك ولعب العاب قوه وجرب. فجربت السنه اللي فاتت لعبت جوله، ودخلت لعبت في شهر واحد اللي فات وخدت ثالث على مستوى الجمهوريه. الكابتن قال لي كمل، انا قلت لك هيجي منك. قلت له لا يا كابتن انا عايز اركز في الكوره وفي التمثيل. فهو يعني ربنا يسهل يا رب ان شاء الله تحقق كل اللي تتمناه انت وكيمو. كل شخص فعلا عنده حلم وبيسعى لهذا الحلم وبيتحدى الصعاب اللي بتقابله. انت عارف في ناس بتقف في نص الطريق، بس كده انت اللي قضيت على حلمك. يعني مفيش على فكره الصعوبات هي اللي بتحلي الموضوع في الاخر بعد ما بتوصله. يعني احنا كمان احنا بنواجه الحاجات دي كتير قوي 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 يعني. بس هي بتيجي في لحظه كده بيحصل حاجه طفره تخرجنا عن كل دوت وتخلينا يبقى لينا نظرة تانية. يعني مفيش حد زينا كده ما بيتعرضش مضايقات الى حد ما. بس هل قلت يعني بمنتهى الصراحه، هل الثقافه دلوقتي في الشارع نقدر نقول ان هي اتغيرت الى حد ما؟ الناس ما بقاش عندها هذا يعني الاتيتيود او العنف. احنا فعلا كنا بنشوف تغيرات الناس، يعني كنا بنشوف تنمر في حاجات كتيره الاول خالص، لكن دلوقتي من ساعه ما اتشهرنا الحمد لله وجينا في المنتخب واللي بيجي في التمثيل وكده، لقينا ان الوضع اتغير تاني خالص مع الناس. صح. يعني الناس في الاماكن العامه في الشوارع يعني بيبص لنا بطريقه تانية. وانا يعني كنت خايف برضه يعني بيجي بيرفع معنوياتنا. الاول كانوا بيخلونا بيهبطوا معنوياتنا، لكن دلوقتي بيجي بيرفع معنوياتنا. تشرفوا اي حد، ما تسمحوش لحد ان هو يقلل منكم اصلا ابدا. لا لا يعني مش مسموح. انا كنت خايف من الموضوع دوت في الاول، وكنت بخاف اصلا اتجمع مع الفريق وكده من الناس. يعني انا لوحدي ما بيسوناش فعلنا. فلا رحت لقيت الموضوع لطيف جدا، والناس في النادي حبانا. يعني بنروح نتمرن او نروح نلعب ماتش مع فريق بره، بنلاقي الناس بتشجعنا وبتصورنا، واللي يطلبوا مننا يطلبوا يتصوروا معانا. انا قبل الهوا قلت لك عايز اتصور معاكم قبل ما لينا صوره بقى. ان شاء الله. حلو جدا، ودي حاجه تفرح واخبار حلوه ان الواحد يحس فعلا ان الثقافه اختلفت في البلد الى حد كبير، والتطور كمان مش بس على الارض، لا كمان في العقول بتاعه البشر. ده مهم جدا عشان تواكب دوله متحضره اللي احنا دلوقتي بنبنيها. طيب انا عايز اسالكم على الجانب الشخصي كمان، انتوا مرتبطين؟ في حد فيكم هيرتبط؟ يعني خليني برضو اعرف. لسه ربنا يسهل. لا لسه ربنا يسهل. يعني في حد؟ لا هو مش حد مرتبط. لا مش ارتباط يعني. بس ربنا يسهل يعني ان احنا الواحد يعني بيفكر برضو في موضوع حد رياضي برضو. يعني هي برضو رياضيه ولا لا؟ دي باراده ربنا. دي باراده ربنا يعني على حسب سير ربنا. يا رب يرزقك. طب وايوب؟ انا كان في موضوع من فتره كده بس ما كملش. راحت تصعد نصيبها. كانت برضو يعني في مجال التمثيل ولا في الرياضه؟ لا بس هي يعني هي دخلت في المدرسه وما كملتش. وكان في واحده بعدها بس
النصيب اتكتب واحده واحده بعدها. ايه القصه؟ يبقى لازم نجوزك بقى. طيب عايز اسالكم برضو، هختم بالنقطه دي لانها مهمه، وهو الدعم الاسري. يعني برضو زي ما بيتقال كده، الشخص برضو لوحده بيبقى محتاج دعم، والاساس الدعم بيكون اكيد من الدوله، ولكن الاصل برضو بيبدا من البيت. فانت كلمتنا ان والدك كان هو الداعم ليك الحقيقي، ولحد دلوقتي بقى العيله برضو والدتي على طول معايا وبتدعمني، ويعني على طول معايا على الخط، يعني لما بسافر وكده واتف في كرة القدم بتديني بترفع معنويات هايل، وعايزاني يعني اكمل واكمل لحد ما ان شاء الله ربنا يكرمني ان شاء الله بحاجه كبيره ان شاء الله. بس احنا نفسنا بحاجه واحده بس، ان احنا نفسنا يتعمل لنا الاشهار من اتحاد الكوره عشان نقدر نشارك في كاس العالم، ونقدر نشارك في البطولات العالميه. طبعا لحد دلوقتي احنا ما اتعملناش الاشهار، فمش هنقدر في بطولات، يعني في بطوله كاس عالم. هو المشكله واقفه على ايه يعني؟ الموضوع هو كان هيتعمل قبل في 2019 كده، بس الكورونا للاسف جت تعطلت الدنيا جدا للاسف فعلا. كان هيتعمل اتحاد كوره لينا ودوري لينا بس احنا بقى نفسنا يعني خلاص الدنيا هديت دلوقتي، فنفسنا يتعمل يعني بيجي في كذا منتخب، يعني بيجي في كذا فريق وبتحققوا نتائج كمان كبيره. ف ان شاء الله الصوت يكون يعني يوصل لاي مسؤول بيتابع، لان انا متاكده ان البرنامج ده بيتابعه ناس كتير جدا والصوت بيوصل من خلاله. فباذن الله النقطه اللي انت بتتكلم فيها دي فعلا باذن الله من الحاجه الوحيده اللي بنتمناها، احنا عشان نقدر نشارك في البطولات اللي يعني عندنا بطولات جايه كتير، فنفسنا نشارك فيها ان شاء الله. الكباتن كل فتره بيجمعونا المنتخبات كلهم اللي موجودين، الفرق كلها اللي موجوده في مصر، في اسكندريه وفي في طنطا، فكل فتره بيجمعونا بيلعبونا مع بعض وبيعملوا لنا مسابقه وجوائز كتير يعني. حلو جدا. وانت برضو ايوب عايش مع اهلك مع اسرتك؟ الحمد لله عايش مع والدي ووالدتي واخواتي. هم الاول لما قلت لهم اخش موضوع التمثيل قعدوا يقولوا لي تمثيل ايه وبتاع ايه، فلما جم اتفرجوا عليا قالوا لي لا فنان بقى مره واحده مسرح كمان. حلو جدا. فجم اتفرجوا عليا لقوا الموضوع بجد وحلو، قالوا لي كمل بس مع دراستك طبعا ما تنساش دراستك. برافو. فلا في الحمد لله بيدعموني جامد يعني. ربنا يوفقكم. ومره تانية انا بقول لكم ما تخلوش ابدا حد يحسسكم ان انتوا اقل من حاجه، انتوا احسن ناس كتير، وكفايه الاصرار والرغبه اللي عندكم دي والتحديات الموجوده اللي ناس كتير جدا بدنيا يمكن سلام ولكن ما حققوش حاجه زي ما انتوا حققتوها. فربنا يوفقكم كل اللي بتتمنوه يحصل ان شاء الله. هو الحمد لله في ناس بصراحه بتدعمنا جامد بصراحه، يعني كل اللي بيدعمنا بوجه له الشكر، بيحاولوا يدعمونا نفسيا قبل ما بيحاولوا يدعمونا في الحياه، فالحمد لله يعني ربنا رزقنا برضو بناس جميله الحمد لله. وان شاء الله يبقى ليكم لقاء تاني معانا ويبقى في كمان اخبار احلى باذن الله. شكرا ليك يا ايوب وكيمو سعودي بقى، محمد سعودي كيمو مش هنشوف الموضوع ده برضو. انا عايزه هنروح فاصل سريع وهنرجع مع حضراتكم للفقره الاخيره، هينضم بقى لينا الاستاذ ايمن جلبرتو وكريم في هذه الفقره. شكرا. يا اهلا بحضراتكم عوده من جديد لعشرة الصبح في الاهلي. بتمنى تكونوا استمتعتم باللقاء الجميل اللي اجرته نهاوند مع ضيوفها الكرام اللي كانوا منورين لنا الدنيا في الاستوديو، وان شاء الله كمان تسعدوا بهذه الفقره وبمحتواها لان محتواها مهم جدا. هنتكلم عن الميركاتو الاوروبي اللي اصبح هو حديث الساعه اكيد بانتقال ميسي لباريس سان جيرمان وعوده رونالدو لمان يونايتد، ولسه في كلام بقى عن مبابي وعن غيره من نجوم كره القدم العالميين. طبعا كل التدعيمات دي بيكون ليها شقين، شق تسويقي وارتفاع قيمة النادي التسويقية، وشق فني بالتأكيد لحصد البطولات. هنتكلم في كل التفاصيل دي مع ضيفنا اللي منورنا الناقد الرياضي الأستاذ أيمن جلبرتو مدير تحرير موقع يلا كورة. صباح الفل عليك وسعداء بوجودك معانا. صباح الخير يا كريم ونهواند، ومبسوط إن أنا معاكم طبعا. احنا مبسوطين أنت بقى معانا مش عبر الشاشة لأن طبعا بننبسط وأنت عبر الشاشة، لكن كده أحسن حتى يبقى في فرصة إن احنا نسأل أسئلة كتيرة جدا ونعرف تفاصيل منك. ونبدأ بالميركاتو لأن ده موضوع الساعة حاليا، والتنقل الولايات العظيمة اللي عمالة تحصل والملايين والمليارات اللي عمالين نسمعها وردود الأفعال وغضب بعض الجماهير من النوادي وغيره والتنافس الموجود حاليا. ونبدأ بقى بباريس سان جيرمان والانتقال الأخير والكتيبة اللي موجودة حاليا، وهل برضو يعني مع تعليقك أنا عايز أعرف هل بتتوقع أن فعلا باريس سان جيرمان يبقى فيه نوع من الاختلاف بشكل بقى ملحوظ جدا في فكرة هنا الدوريات والألقاب والبطولات وغيره؟ طبعا باريس سان جيرمان هو حديث الساعة لأن ميسي، انتقال ميسي لباريس سان جيرمان ده عمل ضجة كبيرة،
طبعا ميسي كمان بينتقل بفري ترانسفير، ده برضو كان امر بالنسبه لنا كلنا غريب جدا. كل الناس تتوقع ان هو يبطل في برشلونه، لكن الامور في الليجا طبعا مختلفه والقوانين في الليجا مختلفه ومفيش استثناء. النهارده ميسي احد يعني هو يمكن القيمه الاكبر كانت في الليجا، لكن مفيش استثناء. رحل فرنسا وكلنا شفنا الضجة. يعني أنا شفت امبارح الجزء اللي ميسي نزل شارك فيه مع باريس سان جيرمان، تشعر وكأن الجمهور نفسه مش مصدق أن ميسي موجود في الملعب. التيشيرت دي غلط، دي حاجة يعني غلط. وجمهور نفسه باريس يعني في حالة من الصخب، وأن هم يعني سعداء جدا. والأطفال حتى بعد المباراة والجمهور بيحيي اللعيبة وكله بينده على ميسي، ولعيبة الفريق المنافس وهي كلهم واقفين بيتصوروا مع ميسي، والحارس اللي جايب ابنه عشان يتصور مع ميسي. كانت يعني بجد امبارح التعليقات كانت تحديدا على اللقطه طبعا دي بشكل كبير قوي. زي ما انت قلتي هي دي حته تسويقيه، جاي فيك جولين ورايح بعد كده ميسي قدامي. فهي دي الفكره التسويقيه، ان النهارده انظار الناس كلها تروح للدوري الفرنسي وباريس سان جيرمان. الفريق مفروض ان هو كده مكتمل، هو قبل كده كان مكتمل لكن دلوقتي هو زاد اكتمالا. فدوري ابطال اوروبا المفروض ان هو ده يكون الهدف الرئيسي مش حاجه تانية. فكرك ممكن تالق ميسي يعني يخفت نسبيا مع باريس سان جيرمان لاعتبارات معنويه بحته، وفكره ارتباطه المشروط طول عمره وطول مسيرته مع برشلونه؟ اكيد يعني هتبقى تجربه مختلفه طبعا. هو حتى بالنسبه له هو بيتكلم وبيقول انا يعني في المؤتمر اللي كان عمله في كامب نو لما كان بيعلن خلاص رحيله، هو تخيل ميسي بعد العمر ده كله والتاريخ ده كله بيقول لك انا رايح، انا لسه هبتدي من الصفر، هبني في مكان جديد، حتى على مستوى العائلي ان هو بينقل عيشته كلها من اسبانيا لفرنسا. فاكيد ممكن يبقى فيها تاثير نوعا ما، ولكن اكيد مع توالي المباريات هو راجل عنده حلم ان هو لسه عايز يكمل مسيرته، عايز مزيد من الالقاب، عايز كمان ان هو يقول لا انا لسه السنتين ثلاثه اللي انا مستمر فيهم في الملاعب اقدر ان انا باريس سان جيرمان، الموضوع مش بس مرتبط ببرشلونه، لا انا ميسي اقدر اشيل كمان باريس سان جيرمان. فاكيد هو كل لاعب بيبقى عنده الحته اللي هو لازم عايز يكسب، عايز على طول يبقى نمبر 1. الصراع بينه وبين كريستيانو السنين اللي فاتت، يمكن الكره الذهبيه مره تروح لليفاندوفسكي مره تروح لمودريتش، فالنهارده هو عايز يحاول ازاي اقدر ابعد كمان عن كريستيانو رونالدو، لان الاثنين زي ما احنا بنقول خلاص بيبطلوا كوره. فمين بقى اللي لما هيبطل كوره هيبقى معاه اكتر عدد من الكرات الذهبيه؟ فكل دي اكيد هتفرق مع ميسي في الفتره اللي جايه. طيب احنا بس نستاذنك يعني نخرج بره الاطار اللي بنتكلم فيه للحظات، عشان احنا عندنا لايف فيو ولقاء من فرع النادي الاهلي بمدينه نصر مع سياده العميد احمد النحاس مدير فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، طبعا مع زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم المتواجده هناك لحضور افتتاح الجراج الجديد اللي بيتسع ل 100 سياره ويمكن اكتر في فرع 1000 1000 صحيح 1000 سياره. وطبعا يعني اضافه جديده في منتهى الاهميه، واكيد اكيد هتنعكس بالإجابة على كل رواد فرع مدينه نصر. يا هنا اهلا بيكي مره ثانيه، وتفضلي وتحياتنا طبعا لسياده العميد، احنا سامعينكم، اتفضلي. بجدد التحيه بيكم مره ثانيه انا هوندو يا كريم وكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. وزي ما عودنا دايما جمهور 10 الصبح في الاهلي بنقول لكم كل الاحداث المهمه. هيكون معايا دلوقتي العميد احمد النحاس مدير فرع النادي الاهلي بمدينه نصر عشان بقى يحدثنا عن تفاصيل الافتتاح اليوم. في البدايه طبعا برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايزه بقى حضرتك تكلمنا عن فعاليات الافتتاح اليوم. استاذه هنا صباح الخير، استاذه نهوند، استاذ كريم صباح الخير عليكم جميعا، صباح الخير على قناه النادي الاهلي، مجموعه العمل المحترمه اللي بتشرفنا في الاحداث الجميله اللي احنا بنعيشنا في النادي الاهلي. ويوم جميل ان شاء الله وبدايه جميله. طبعا زي ما حضرتك قلتي كده، احنا النهارده بنسعد بحدث ويوم بيعتبر تاريخي لابناء النادي الاهلي والمنتمين للنادي الاهلي، والنسبه الاكبر من المتابعين للوسط الرياضي والانشطه الرياضيه على مستوى جمهوريه مصر العربيه. يمكن النهارده حلم بيتحقق وعد بيه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره واعضاء المجلس المحترمين، حلم تاريخه او مدته اللي كنا بنحلم بيها تعدت ال 25 عام او 30 عام. انا بذكر عدد الاعوام عشان نعرف حجم الحدث اللي احنا بنقابله النهارده، وده اترجم في اهتمام كافه القيادات السياسيه داخل جمهوريه مصر العربيه
سواء على المستوى الرياضي أو على المستوى الإنشائي أو على المستوى المحليات. يمكن النهاردة بيشرفنا وحيشرفنا بناء على دعوة من الكابتن محمود الخطيب شخصيا لرجال الدولة المصرية، معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، معالي محافظ القاهرة سيادة اللواء خالد عبد العال. يمكن ده ترجمة وقيادات أخرى على المستوى قيادة سياسية أو قيادات القوات المسلحة، يمكن ده بيترجم لينا مدى أهمية الحدث ده والإدارات المعاونة اللي شاركت بشكل أو بآخر في إتمام حلم فعلا كان أعضاء النادي الأهلي بالكامل بيحلموا بيه والنهاردة بيتحقق. زي ما حضرتك قلت حدث النهاردة كبير، هيكون موجود طبعا كابتن محمود الخطيب وزير الشباب والرياضة وأيضا محافظ القاهرة. إزاي استعديتوا لإيفنت النهاردة؟ الاستعداد طبعا النهاردة احنا يمكن حابب أذكر أن كان في مجهود مبذول محترم جدا من الإدارة الهندسية برئاسة المهندس سامح علي كامل مدير الإدارة الهندسية في النادي الأهلي ومستشار المجلس أو الاستشاري المجلس للأمور الهندسية والمشروعات. احنا يمكن احنا بيتين من امبارح في النادي، وصلنا الليل بالنهار عشان نطلع بالمنظر الجمالي والمنظر المحترم اللي بيليق بمنظومة النادي الأهلي وبيليق بكابتن محمود الخطيب ومجلسه المحترم، بيليق بالإدارة التنفيذية برئاسة الأستاذ الدكتور سعد شلبي قائم بأعمال المدير التنفيذي، كله على قدر المسؤولية. الإدارات المعاونة عندنا داخل فرع مدينة نصر سواء الإدارات الخاصة الخدمية أو الإدارات الأمنية، احنا يعني زي ما بقول لحضرتك احنا ما تحركناش من النادي، وده احساس بمسؤوليه واحساس بمدى اهميه الحدث اللي احنا عانينا منه كلنا. مش عايز اختصر الحدث في افتتاح او ميزه معينه او خدمه معينه بنوفرها لاعضاء النادي الاهلي ولابناء المنتمين للنادي الاهلي وضيوف النادي الاهلي من مواطنين المصريين والمنتمين للنادي الاهلي. الحدث اللي احنا فيه النهارده كان فيه نقاشات كثيره جدا وتحديات كثيره جدا. يمكن كان الكابتن محمود شخصيا كان مهتم ان هو يبقى متابع ليها بشكل يومي، مساعد لينا في دفع اي عقبه بنقابلها سواء بقى مع موافقات امنيه سواء مع اجراءات خاصه بالمحليات ومحافظه القاهره. طبعا حضرتك عارفه احنا الموقع بتاعنا موقع استراتيجي جدا، ويمكن ذكرنا الكلام ده قبل كده، احنا موقع مدينه نصر مؤدي لمناطق حيويه جدا في جمهوريه مصر العربيه. يمكن يعني على سبيل المثال مش الحصر العاصمه الاداريه الجديده، ميناء القاهره الجوي، خطوط سير لشخصيات هامه وضيوف لجمهوريه مصر العربيه. المتابعه مش عايز اقول ان هي من اعلى المستويات في القياده السياسيه، كان في متابعه من اعلى المستويات في المنظومه دي لانهاء هذا الحدث عشان يبقى بشكل أو بآخر بيكمل مجهود بيتم في المجتمع المصري والبنية التحتية الانفراستراكشر الخاصة بالمجتمع المصري وخاصة في مناطق مدينة نصر، لأنها واجهة لبعثات دبلوماسية زي ما قلت لحضرتك وللمواطن المصري اللي هو خلاص ابتدى يشعر. لا، مصر بتتغير اليومين دول. النادي الأهلي بمسؤولياته المجتمعية اللي بيقدرها تماما وطول عمرنا كده شعورنا ان في جهد مبذول من القيادة السياسية يستحق ان احنا نقف، وعايز اقول نقاتل ان احنا نبقى على هذا المستوى اللي بيليق بالمجهود المبذول من القيادة المصرية السياسية المصرية وفي نفس الوقت بيليق بعضو النادي الاهلي. النادي الاهلي زي ما بنقول هو ملاذ ومنفس لنسبة كبيرة جدا من الشعب المصري. مش عايز اخص بالذكر اعضاء النادي الاهلي او الجمعيه، لان عضو النادي الاهلي بيبقى ليه اصدقائه بينورونا بدعوات بتذاكر للتردد على النادي. اصبح فرع مدينه نصر الحمد لله بفضل الله وفروع ومقرات النادي الاهلي بشكل عام مزار حقيقي بيستمتع بيه المواطن المصري وعضو النادي الاهلي وعضو الجمعيه العموميه. النهارده احنا عندنا جراج هيتحدث عليه الوسط الرياضي مده طويله، لان مع كامل احترامي وتقديري في نماذج زي دي كتير، بس احنا استعدينا بشكل هعتبره ان هو في نوع من الرؤيه الاحترافيه والامنيه. يمكن كان في اصرار من كابتن محمود الخطيب لموقع الجراج او موقع فرع مدينه نصر التاكيد على عمليه تامين دخول العضو المتردد للنادي الاهلي. النهارده بيشرفنا زمايلنا في وزاره الداخليه من مركز تدريب الحراسه لسلاح الكلاب، يمكن واجهه مشرفه جدا، تعاون ما بيننا وما بين مؤسسات الدوله زي ما قلت لحضرتك، هي منظومه واحده وطن كلنا بنسعى وبنجتهد ان احنا لرفعته بشكل محترم. النادي الاهلي حاسس بمكانته الرياضيه واهميته على المستوى السياسي والمستوى المجتمعي، ده بيترجم النهارده، ده هتشوفوه النهارده.
يمكن انا بعتبر ان حدث جراج النادي الاهلي مدينه نصر استكمالا للاحداث الجميله اللي حصلت عندنا من مشاريع محترمه تليق بالمواطن المصري وعضو النادي الاهلي، هو الحدث الاكبر والاهم وحسن الختام زي ما بنقول. ممكن يبقى فيه مشاريع مستقبليه في الفتره الجايه ان شاء الله كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره بيخططوا لها وهتعلن في الوقت المناسب لهذا الكلام، لكن احنا بنتكلم على حدث النهارده بيطابق الجمله الجميله المحترمه اللي اكد عليها كابتن محمود الخطيب والسلوجن الخاص بالنادي الاهلي دلوقتي تاريخ مبادئ تطوير. هو ده النادي الاهلي، النادي الاهلي بتاريخه، النادي الاهلي بمبادئه، النادي الاهلي بتطويره اللي احنا بنشوفه كل يوم. اعتقد الشارع المصري والمواطن المصري على مستوى الجمهوريه هيتابع من خلال قنواتكم المحترمه قناه النادي الاهلي اللي بيتابعها ملايين المواطنين المصريين، هيتابع الحدث الاهم في المؤسسات الرياضيه والاهم في الوسط الرياضي في الوقت الحالي. بشكر حضرتك جدا طبعا سياده العميد وان شاء الله مزيد من التقدم. يعني فندم بشكرك، بشكر الاستاذ كريم والاستاذه نهاوند، وبوجه دعوه لحضراتكم وخلاص ما بقاش فيه بقى اعذار، تقدروا تشرفونا جوه منظومه النادي الاهلي فرع مدينه نصر، تستمتعوا بمكانكم، تستمتعوا بمجهود اتبذل من كل العاملين في النادي الاهلي، بدايه من العامل، من الموظف، من مديرين الادارات، من اداره هندسيه لم تكل ولا تمل في بذل اي مجهود في المتابعه والاصرار على خروج الحدث ده بشكل يليق بمنظومه النادي الاهلي. كل سنه وحضراتكم طيبين. بشكر حضرتك مره اخرى. ده كان لقائي مع سياده العميد احمد النحاس مدير فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. ده احنا اللي بنتوجه بالشكر وبالتحية وبخالص تهانينا لسيادة العميد، بنشكره على وجوده معانا، جزيل الشكر، واكيد الشكر موصول ليك زميلتنا العزيزة هنا ابو القاسم. الحقيقة حاجة تفرح، حاجة تفرح جدا، وحدث جميل ان احنا كمان ننقله لحضراتكم لحظة بلحظة. وتحياتنا سيادة العميد المحترم، حقيقي شخص دؤوب وبيشتغل على الارض بشكل يعني ملحوظ جدا وبيشارك في كل الفعاليات اللي بتكون موجودة. وانا فاكرة ان احنا من سنة كنت انا وسيادة العميد اتفقنا ان انت هتعزمنا في فرع مدينة نصر. ايوه، ولحد دلوقتي لم يتم. اتأكد من صحة الكلام ده من سيادة العميد. ما هو سيادة العميد لسه قايل، سيادة العميد قال ان كريم سيادة العميد لسه قايل نوفي بوعودنا. ايوه، لما قلنا ان احنا على الهوا هنروح نزوره دي بالجمله اكيد ده يبقى هنيجي ان شاء الله. يبقى نيجي احنا نتشرف، وعلى الاقل هنلاقي بقى مكان يعني واسع يعني نركن فيه. باركينج موجود طبعا. وانشاءات وتطوير ومطاعم وكل حاجه اعتقد اي يعني عضو بيدور عليها اكيد هتكون موجوده متوفره ليه. هنروح بس فاصل سريع ونرجع نكمل، ان لسه الحديث طويل جدا مع الميركاتو ومعانا استاذ ايمن جلبرتو. عودة لضيفنا العزيز أيمن جلبرتو، وكنا بنتكلم بقى على ميسي وعلى رونالدو. وقفنا بقى في الكلام فيه. أيوة، بص احنا يعني اتكلمنا على ميسي بس عايزين نرجع للميركاتو عامة، وعايزة أروح برضو معاك للدوري الألماني لو تسمحوا لي عشان الوقت بيجري بسرعة جدا. يعني الدوري الألماني البعض كان بيقول إن هو أصبح ممل جدا، أنت بتتكلم في بايرن ميونخ بيلعب أو بيلعب نفسه، يعني مفيش منافس حقيقي، فهل بتتفق مع هذا الموضوع؟ يمكن طبعا بايرن ميونخ مسيطر في المانيا بشكل كبير، الفريق يعني اخر كام سنه 9 سنين بنتكلم ان هو يعني فريق متكامل جدا، حتى في اوروبا لما بيظهر بيظهر بشكل قوي. ولكن الدوري الالماني عموما في الفتره اللي كنا بنتفرج فيها يعني قبل ما خلاص ما بقاش يتذاع في الشرق الاوسط، لا في تنافس يعني الانديه ما بينها وبين بعض بيبقى في تنافس، شالكا، بروسيا دورتموند، لايبزيج بعد كده لما ظهر، فكل فولفسبورغ كمان، يعني الشركات دي الانديه دي مع في بعض الرعاه لما دخلوا الانديه معينه، فانديه حتى الدوري الالماني ابتدت مع بايرن بتظهر اوروبيا وبيبقى في تواجد ليهم في ادوار متقدمه في دوري ابطال اوروبا. فالدوري الالماني ما نقدرش نقول ان هو ممل، بس هو بالنسبه للمتابع المصري والعربي مش هو حظه اقل في النسب المشاهده. كمان عندهم يعني اسم او اسمين بالكثير، لكن بالزبط. مش زي مثلا الدوري الفرنسي، الدوري الانجليزي برضو. يعني كريستيانو رونالدو كنا بنتكلم انا ونهاوند في لينك من اللينكات بتاعت حلقه النهارده، بقول لها انا عندي احساس كده والله اعلم ان رونالدو متكعبل شويه جوه، يعني الفتره دي الدنيا مش ماشيه على هواه قوي من اول ما راح يوفنتوس بصفه خاصه، وتحس ان هو مفيش اريحيه من طرفه. وبعدين لما اعلن كمان الرحيل كان في كلام وتلميحات على انها كانت رغبه يعني مزدوجه منه من اداره النادي. فانت شايف ان هيحصل حاجه في مسيرته الفتره الجايه، خصوصا ان احنا بنتكلم عليه يعني 36 سنه دلوقتي. لا بس كريستيانو هو دلوقتي زي ما انت بتقول هو راجع بقى بيته، يعني المفروض هو راجع للمكان اللي هو هيرتاح فيه نفسيا، الجمهور اللي هو بيحبه، بداياته هيستعيد فيها ذكريات كويسه
طبعا لسه وجود أليكس فيركسون في الصورة أنه على طول متواجد في النادي، ده الأب الروحي لكريستيانو. زي ما أنت قلت يا كريم، كريستيانو فعلا يعني آخر كام سنة لقى في يوفنتوس طبعا هو بيعمل أرقام قياسية وراجل متواجد كهداف وخد مع يوفنتوس الدوري الإيطالي، ولكن واضح ان الكيمياء بتاعته مش راكبه قوي يعني في يوفنتوس. كمان يوفنتوس في الفتره دي هو في الفتره يعني بيبني، لسه هيبني او في مرحله هبوط شويه، حتى فتره بيرلو الامور ما كانتش يعني مستقره يعني قصد البطولات. اوروبيا كريستيانو طبعا لما الناس كلها حتى كانت بتهزر تقول ان يوفنتوس حظه سيء جدا في دوري ابطال اوروبا، صعد اكتر من نهائي في السنين الاخيره وما كانش بيوفق، فاللي هو جاله دوري ابطال اوروبا شخصيا اللي هو كريستيانو رونالدو بالبطولات برده مش ظابطه معاه وبرده ما فيش لا وبيخرجوا كمان من ادوار مبكره، فالامور دي بالنسبه لكريستيانو صعبه، مع ان الراتب بتاعه طبعا الضخم في يوفنتوس قال النص لا مش قال النص بس يعني بالانتقال فالنهارده لو كان بياخد مثلا 30 او 25 مليون استرليني في السنه هو في مانشستر هياخد اقل، ولكن ده كان عبء كبير على نادي يوفنتوس. أليجري نفس المدرب بتاع يوفنتوس كل الناس عارفة أن طريقته شوية مش هتتماشى مع كريستيانو، أن هو يعني لما كريستيانو أول لما جه يوفنتوس كان هو مشي ويقال أن النادي يعني كان بيقول دي مرحلة جديدة، فكل مع بقى كمان انتقال ميسي لباريس سان جيرمان والضجه اللي حصلت، فكريستيانو لا انا مش هينفع اقعد انا مش هينفع اقعد. وبرده بنتكلم ان كريستيانو لما هينتقل من يوفنتوس لمانشستر بمبلغ يعني مش كبير خالص، لو كمل 20 مليون استرليني او حاجه كده، ده يعني برده مبلغ تقريبا من كتر مقرر انا عليه تقريبا والله مش مستلمه بقاله سنه، لكن هو كراتب هو هيفضل طبعا بتوع زمان او وصل النص اهو، لكن كراتب لا هو الراتب بتاعه طبعا هيفضل نتكلم في 380 الف استرليني اسبوعيا. فهو في مانشستر يونايتد هي قصه جميله كلنا مستنيينها، لان فعلا هنستعيد بدايات كريستيانو وهنشوف بقى مع الجيل الحالي هيعمل ايه. مانشستر يونايتد بقاله فتره بيكسبش بريمير ليج، فدي برضو حاجه هم نفسهم فيها. كان في صوره لاخر الفريق اللي كسب دوري ابطال اوروبا مع مانشستر يونايتد كلهم اعتزلوا، يعني هم مش انتقلوا لا اعتزلوا كره القدم، ورونالدو الوحيد اللي مكمل وبيرجع لمانشستر، فكلنا مستنيين التجربه دي نشوف هتكمل على ايه. اعتقد الدوري الانجليزي هيختلف بشكل كبير كمان، نتكلم لكوكا للتشيلسي وليفربول محمد صلاح ودلوقتي كريستيانو مع مانشستر يونايتد، فيعني بالتالي هيبقى فيه برضو متعه اكتر ما نقدر نقول يعني بتهيألي كده. طبعا لا الدوري الانجليزي كل سنه الناس بتحاول تلاقي له مخرج ان هو لا هيقل، لا كل سنه في حاجه كبيره بتنضم اعظم من قبلها. وكمان زي ما انت قلتي احنا عايزين نشوف الصراع بقى بتاع كريستيانو وصلاح، يعني النهارده صلاح مكسر تقريبا اغلب ارقام كريستيانو اللي هي فرديه في البريمير ليج، فكريستيانو راجع له المره دي، هتقول بقى كريستيانو وصلاح او صلاح وكريستيانو بشكل مباشر، فالموضوع هيبقى ممتع جدا يعني. ده من مصلحه كل الناس اللي هتتابع الدوري الانجليزي. هو الوقت ما لحقناش نقعد مع حضرتك والله يا استاذ ايمن، تيجي تدور بقى الاسبوع الجاي ان شاء الله. احنا عايزين والله نعمل فقره بجد تبقى ثابته معانا ونتكلم معاك كمان في الكره العالميه، لان ده ملف انت يعني متخصص فيه كمان، فنحاول ان شاء الله الاسبوع الجاي تكون معانا، بس للاسف احنا الوقت خلص عشان بس لازم ننهي الحلقه والفقره عشان الاذان نورتنا يا استاذ ايمن. شكرا نورك، شكرا جزيلا، شكرا. نشوفكم على خير بكرة إن شاء الله، حلقة جديدة و10 الصبح في الأهلي صباح الخير. وبس عايزين نفكرهم تابعونا ما تنسوش الساعة 5 إن شاء الله هيكون في بث حي وافتتاح يعني الجراج الخاص بالنادي الأهلي بفرع مدينة نصر، هذا الحدث اللي احنا بنستناه بقالنا سنين كتيرة جدا، ومجلس الإدارة وكابتن محمود الخطيب كانوا حريصين جدا إن هو يتم في أسرع وأفضل صورة، فإن شاء الله كلنا نفرح الساعة 5 مع بعض، تابعونا وبإذن الله نحاول كمان أنا وكريم نكون متواجدين هناك مع حضرتك. نشوفكم بكرة إن شاء الله.